السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي ومحبي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. في اطار طبعا معلوماتنا عن هذا الكيان الكبير كيان النادي الاهلي والمجهودات اللي بيقوم بيها مجلس اداره النادي الاهلي باستمرار، يعني بدايه من الكره بالشغل الاداري بالشغل لكل حاجه داخل النادي، كابتن محمود خطيب يعني طبعا بيقوم بدور مهم جدا ومع مجلس اداره في جزئيه تكريم اللاعبين وتكريم الفرق اللي بتقوم بدور ومجهود كبير جدا وحصد البطولات. يمكن الاجتماع اللي حصل وتكريم اللاعبين بالامس اعتقد ان شيء مميز جدا لمجلس الإدارة وتحفيز كبير لكل اللاعبين وكل الفرق اللي داخل النادي الأهلي لحصد البطولات. أيضا مش ده بس، احنا بنتكلم على بعض الزيارات المكوكية من كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة في كل اتجاه، سواء بقى لو كابتن محمود الخطيب لما سافر السعودية عشان مشروع الاهلي او مشروع القرن اللي احنا سميناه بالنسبه للنادي الاهلي، اعتقد دي زياره كانت مهمه جدا. زياره ايضا قام بها كابتن محمود الخطيب لوزاره الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز لبعض الامور، لايضاح بعض الامور والاستفسارات عن بعض الامور والتعاون في بعض الامور الاخرى في مجال الرياضه ومجال طبعا ما يخص بالنادي الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب كان موجود للاستفسار لبعض الامور الخاصه بالنادي الاهلي خصوصا العضويه، عضويه فرع الشيخ زايد، وهي في بعض الكلام عليها في الفتره الاخيره، هل سيتم اكتساب صفه العضو لعضو الشيخ زايد من بدايه دفع الفلوس ولا بعد يعني من تاريخ سداد قيمه الرسوم ولا من خلال بعد اعتماد قرار الجمعيه العموميه في الفترة الأخيرة؟ هو ده بالنسبة للاستفسار لكابتن محمود الخطيب عن هذه الأمور خاصة عضوية فرع الشيخ زايد لأنها شيء مهم جدا واكتساب صفة العضوية بالنسبة لهذا الفرع. كل التوفيق طبعا كابتن محمود الخطيب والمجهود اللي بيقوم بيه لكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. طبعا أكيد أيضا استعجال اعتماد وزارة الشباب والرياضة لقرار الجمعية العمومية بزيادة القيمة العضوية للنادي الأهلي. طبعا الفترة اللي جاية انت محتاج تعتمد من خلال الموارد الخاصة بيك على نفسك. يمكن كلام مع المهندس خالد عبد العزيز ان احنا الفترة الجاية مش عايزين نحمل الدولة اكتر من طاقتها. طبعا عارفين الدولة داخلة في مشروعات كتير، فبالتالي حتى الأندية احنا كمان كنادي أهلي او يمكن نادي كبير نادي عريق نادي بيفكر دايما في زيادة موارده من خلال الجهود الذاتية، من خلال طبعا حتى على فكرة يعني جزئية المشروع القرن النادي الأهلي مش هيحمل الدولة مش هيحمل خزينته أي شيء، مجموعة المستثمرين اللي هيبقوا متواجدين هم اللي هيبقوا موجودين وهم اللي هيدفعوا أو هيقوموا بتمويل هذا المشروع. فبالتالي يعني كابتن محمود الخطيب بيتكلم في هذه الجزئية مع المهندس خالد عبد العزيز. إن شاء الله هيكون قمة العضوية الفترة اللي جاية أو بداية من 2018 أول يناير هتزيد العضوية ل 350 ألف جنيه، وده مستنيين بس اعتماد وزارة الشباب والرياضة لهذا القرار، قرار الجمعية العمومية للنادي الأهلي. ويمكن زي ما احنا قلنا حضراتكم كان في الرياض اجتماع مع مستثمرين العرب مع كابتن محمود الخطيب والوفد الرفيع المستوى اللي كان مع كابتن محمود طبعا المتمثل في باقي مجلس إدارة النادي الأهلي، كان مهمته ان هو بيحط بقى النقط فوق الحروف عشان مشروع القرن. ان شاء الله في الفترة اللي جاية المستثمرين العرب هيبقوا متواجدين في القاهرة عشان يبتدوا فعلا بشكل جدي ورسمي في هذا المشروع. ايضا في اتجاه اخر مهندس خالد مرتجي بيزور السفاره الالمانيه. دايما كره القدم وخصوصا لما يبقى نادي كبير نادي محبوب نادي يمكن وصولا للاسماع بره في اوروبا، طبعا المانيا والدول اللي احنا يمكن زمان كنا بنعمل معسكرات فيها المانيا البرتغال هولندا كلهم عارفين قيمه النادي الاهلي، دايما السفارات الموجوده هنا بالنسبه للدول الاجنبيه بتبقى عارفه يعني ايه قيمه النادي الاهلي. بنشوف وقت من الاوقات السفير البريطاني وهو بيتعامل مع رمضان صبحي قبل السفر وبيتكلم على النادي الاهلي، ده جزء من الاجزاء المهمه اللي لازم برضو احنا كمجلس اداره اخد باله من هذه الجزئيه. فان شاء الله في بطوله هتبقى موجوده ممكن تكون في رمضان اسمها بطوله الاهلي الدبلوماسيه، ممكن
كل السفارات الخاصة الموجودة في مصر، السفارات الأجنبية هتبقى متواجدة في هذه البطولة، وده بيبقى جزء من الأجزاء اللي ممكن فيها تقارب مع النادي، وفي نفس الوقت دور مهم بيقوم به النادي الأهلي لرفع اسم مصر في ما بين الدول الأجنبية، وده حاجة مهمة جدا جدا. المهندس خالد مرتجي كان متواجد في السفارة الألمانية، ومعاه طبعا أستاذ نادر خليل مدير التسويق بالنادي الأهلي، وده شيء مهم احنا لازم ندوس عليه ونزوده أكتر وأكتر، وأعتقد إن دي حاجة جميلة جدا مجلس إدارة النادي الأهلي بيفكر فيها في الفترة القادمة، لكن يعني شيء مهم، دي علاقات مهمة جدا احنا بنقوم بيها كنادي أهلي. بعد مباراة المقاصة والفوز المهم والجميل والثلاث نقاط المهمين اللي وصلونا ل يعني نقطة 45، وفي ظل يعني تعثر فريق نادي الإسماعيلي وتعادله أمس مع فريق الأسيوطي، أعتقد إن إحنا بنقوم بقى الفترة الجاية بإن إحنا بنزود الفارق، إزاي أنت تزود الفارق في الفترة الجاية؟ ده حاجة مهمة جدا، طبعًا مباراة مصر المقاصة كانت مباراة جميلة جدًا، تقدم مصر المقاصة، لكن مفيش شك إن جمهور الأهلي وأنت حتى خسران 1-0 كان واثق ومتأكد إنك هتعود وهتعود بقوة في هذه المباراة، ليس فقط عشان أنت كنت مغلوب في الدور الأول، لأ، عشان أنت خلاص عندك هدف وحيد هو الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم، فبالتالي الحمد لله يمكن الجون جه بدري، يعني جون مصر مقصة جه بدري ما جهش متأخر، فأنت بالتالي العودة في الشوط الثاني كانت قوية جدا، شفنا تألق مجموعة من اللاعبين، وليد سليمان، أجاييه، كل اللاعبين كانوا موجودين بصراحة في الشوط الثاني كمان بالذات كانوا متميزين جدا، فبالتالي احنا حصل إن أنت حصلت على ثلاث نقاط، في نفس الوقت ضغطت على فريق الاسماعيلي بشكل كبير نفسيا، وده اللي ممكن اثر عليه في مباراه الاسيوطي والتعادل اللي حصل امبارح ده. انت كل ما بتكسب كل ما انت بتدوس في حته الحاله النفسيه بالنسبه للاعبين وفريق نادي الاسماعيلي، وده كان فعلا رد الفعل اللي موجود في هذه المباراه. لكن المباراه القادمه ان شاء الله مباراه الرجاء، واللي هتكون ان شاء الله بذكر حضراتكم الساعه 2:30 يوم الخميس، بدري شويه هي هتبقى المباراه، بذكر حضراتكم بميعادها ان شاء الله. دي مباراه مهمه ايضا، انت بتحاول ثلاث نقاط مهمين، انت توصل للنقطه 48، ثم عندك بعد كده مباراه الاسماعيلي ايضا، دي مباراه مهمه بقى، دي بتتحسب بالست نقاط وليس ثلاث نقاط، لانك انت بتوقف عند الغريم بتاعك او المنافس بتاعك عند النقطه بتاعته، وانت بتاخد الثلاث نقاط، فبالتالي في مجال كره القدم انت بتحسبها بالست نقاط وليس بالثلاث نقاط، وبتبتدي تتسابق بقى وتبعد عنه تماما، هو دي اللي احنا بنفكر فيه واللي احنا دايما اعتقد كابتن حسام البدري والجهاز الفني بيفكر فيه. ولكن اللي انت خسرته في مباراه او الحاجه السلبيه في مباراه المقاصه هو غياب احمد فتحي واصابته. يعني اعتقد ان احمد فتحي من اللعيبه المميزه جدا واللي دايما بنعتمد عليهم سواء بقى في اي مكان، هو جوكر النادي الاهلي، يعني انت بتعتمد عليه في خط الوسط، في الباك رايت، ساعات لو انت احتاجته في الباك ليفت بتلاقيه في يعني ما شاء الله احمد فتحي من اللعيبه المميزه واللي عامل موسم طيب الصراحه مع فريق النادي، واللي كمان اختير كاحسن لاعب او كموجود في منتخب افريقيا، وده يعتبر يعني حاجه مميزه جدا لاحمد فتحي، فبالتالي دي السلبية الوحيدة اللي كانت في المباراة، لكن إن شاء الله أحمد فتحي يعود بسرعة. أحمد فتحي عنده شد في العضلة الأمامية أو إجهاد قوي في العضلة الأمامية، يمكن برضو خبر أو إحنا بنشوف بعض الإصابات بتيجي في وقت مش مناسب، بعد عودة مروان يعني واتفقنا ان هو ان شاء الله يبقى متواجد النهارده في التمرين، بيصاب بجزع في رجليه في انكل رجله، ان شاء الله مروان لما بيرجع وبيرجع بقوه في ظل تألق اجاييه، في ظل تألق وليد ازارو، قوة الهجوميه للنادي الاهلي بتزداد بشكل غير طبيعي، انت احسن خطوطك ما شاء الله، انت لما تيجي تبص على خط هجوم النادي الاهلي ما تعرفش تمسكه، سواء بقى جاي وليد سليمان، عبد الله السعيد، ازارو، يعني كلهم لما بيبقوا بيتحركوا بشكل موجود زي ما احنا بنشوف كده حاجه جميله جدا، ما حدش بيعرف يمسك لعيبه النادي الاهلي خصوصا في الخط الامامي، وده حاجه تحترم، فبالتالي مروان محسن خساره ان هو بقى يعني بعد الرجوع ده، واللي احنا اتفقنا خير ان هو يبقى متواجد، لكن هي دي اراده ربنا وطبعا قدر في اصابته، ان شاء الله يبقى متواجد في المباراه القادمه امام الاسماعيلي، طبعا هو هيبقى خارج التشكيل بهذه الاصابه تقريبا، وده الكلام الدكتور خالد يعني دكتور الفريق بيتكلم في ان مروان واحمد فتحي
مش هيبقوا متواجدين، بالاضافه طبعا لمحمد نجيب اللي ما زال في حاله تاهيل، ان شاء الله ايضا يبقى واحد من الناس اللي يبقوا متواجدين في المباريات القادمه. النهارده كابتن حسام بدري كان شغال على جزئيه ضربات الجزاء واستخدامها في المباراه. طبعا احنا دوري شغال، احنا يعني الكاس لسه فاضل لنا، لسه هنلعب طبعا، هنلعب مباراه، فاضل لنا مباراه عشان يكتمل الفرقه اللي هتتاهل لدور الثمانيه، النادي الاهلي مع الداخليه، فبالتالي لسه احنا بالتمرينه نفسها بتبقى تمرينه الا ترفيهيه او تدريب لحراس المرمى، وفي نفس الوقت بيشوف افضل اللاعبين اللي بيشوطوا ضربات جزاء. طبعا احنا عارفين ان عبد الله السعيد واحد من اميز اللاعبين اللي بيسددوا ضربات الجزاء او ضربات الترجيح، هو تقريبا احرز 5 اهداف هذا الموسم من ضربات الجزاء، ودي حاجه مميزه جدا عبد الله السعيد بيعملها ودائما متميز فيها، ولكن طبعا بتبقى جزء من تمرين النادي الاهلي. لكن كل اللاعبين بشكل عام اللي لعبوا مباراه المقصه ب 90 دقيقه او اكثر من 75 دقيقه كانوا متواجدين لليوم الثاني على التوالي بشكل استشفائي، تدريب استشفائي، اما باقي اللاعبين فاتمرنوا بشكل قوي وشكل مميز جدا. شريف اكرامي اللي قدامنا على الشاشه يعني واحد من الحراس المرمى المميزين، واللي ليه كان بعض التصريحات خصوصا بعد ما وقع لمده موسمين مع النادي الاهلي ووقع على بياض. شريف اكرامي واحد من ابناء النادي الاهلي، واذا كنا اتكلمنا في فتره من الفترات هو واحد كان متميز جدا وفي منتخب مصر وشال في وقت من الاوقات عرين النادي الاهلي، وكان في وقت من الاوقات فعلا في مواقف صعبه ممكن تكون اهداف ممكن تقلب موازين المباراه شريف كان بيتصدى لها. فبالتالي شريف وهو بيتكلم في الفتره دي او في تصريحاته عن النادي الاهلي قد ايه هو حابب ان هو يوضح لجمهوره ويوضح لجمهور النادي الاهلي مدى حبه لزمايله في الفريق، مدى حبه لزمايله في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد عادل، كل ده شريف اكرامي كان بيوضحه بشكل كبير ان هو كل اللي يهمه هو مصلحه الفريق، هو موجود او مش موجود يهمه مصلحه الفريق وان فريقه يبقى بشكل مميز. طبعا بدايه الموسم لشريف اكرامي زيه زي زمايله هو حصول النادي الاهلي على بطوله السوبر، هو بيتطلع طبعا لبطوله الدوري وافريقيا مع النادي، خصوصا انه زي ما بقول لحضراتكم التوقيع ان هو يبقى متواجد لمده سنتين كمان، دي حاجه مميزه جدا. شريف اكرامي هو واحد من اولاد النادي الاهلي، واحد كمان من يعني كابتن اكرامي الكبير طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي وابنه كابتن شريف اكرامي، كان قبل كده كابتن احمد اكرامي الله يرحمه، هم عائله اهلاويه جدا جدا. فبالتالي شريف اكرامي كل اللي يهمه هو مصلحه الفريق، اما بخصوص وجوده في المنتخب او لا في ظل طبعا ان هو ما بيلعبش في الفتره اللي فاتت وعدم مشاركته، هو واثق بشكل كبير ان فريق النادي الاهلي او الجهاز الفني يهمه جدا وجود شريف اكرامي، وده عن كلامه هو يعني في كاس العالم، خصوصا ان هو واحد من اللاعبين اللي كانوا متواجدين ضمن القائمه اللي وصلت منتخبنا الوطني لكاس العالم. فبالتالي شرف ليه ان هو يبقى متواجد، وشرف كمان ان النادي الاهلي يبقى مثلا لو الشناوي ان شاء الله انضم وشريف انضم تبقى حاجه مميزه، يبقى اثنين حراس من النادي الاهلي متواجدين في كاس العالم مع فريق منتخبنا الوطني او منتخبنا الوطني، فدي تبقى حاجه مميزه. فهو شريف اكرامي بيتكلم على الجهاز الفني، هو اكيد عنده الحرص انه يبقى متواجد مع منتخبنا الوطني من خلال طبعا لازم يبقى مشاركته مع الفريق، دي هتبقى موجوده بقى مع الجهاز الفني ازاي شريف اكرامي يشارك مع الفريق في الفتره اللي جايه. لكن ده كان كلام شريف اكرامي وحلمه في المشاركه في كاس العالم، وايضا اتكلم على علاقته المميزه بحراس المرمى سواء بقى في النادي الاهلي او في منتخب مصر. كل التوفيق ليك يا شريف لانك انت واحد من اللاعبين المميزين وحراس المرمى المميزين، ان كان في بعض الامور اللي فيها اخفاق او دروب في المستوى، ده بيحصل لاي لعيب، بيحصل لاي واحد موجود داخل الملعب يوم فوق يوم تحت، ده هي دي طبيعه كره القدم. ان كان انا عارف ان انت بترجع سريعا، يعني شفنا شريف بعد موقفه مع مارتن يول والكلام اللي حصل مع مارتن يول يمكن قعد شويه ورجع بقى بقوه كبيره جدا، وشفنا تالق كبير من شريف اكرامي. ان شاء الله الفتره الجايه ايضا شريف يبقى من الحراس المميزين، يبقوا مشترك مع منتخبنا الوطني في كاس العالم. يمكن واحنا بنتكلم على كره القدم اكيد في النهارده كان اجتماع لمجلس اداره اتحاد الكره واصدر بعض القرارات، اهمها طبعا تشكيل المنتخب الاولمبي او تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي. النهارده تم تعيين كابتن شوقي غريب مدير فني للمنتخب
الاولمبي. هو يعني طبعا كابتن شوقي من المدربين المميزين جدا واللي كان موجود على راس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قبل كده، فبالتالي على علم ودرايه بجزئيه المنتخبات، فدي مهمه جدا جدا. بيدوا له فرصه ثانيه مجلس اداره النادي، مجلس اداره اتحاد الكوره، ان كابتن شوقي غريب يبقى متواجد على راس المنتخب الاولمبي واللي خلاص عنده تصفيات الفتره اللي جايه. طبعا الجهاز المعاون هيكون معاه كابتن معتمد جمال، وده واحد برضو ايضا من المديرين الفنيين واللي كان ماسك ايضا منتخب الاولمبي لفتره من الفترات، هيكون مدرب عام معاه كابتن محمد شوقي واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، وكابتن وائل رياض مدربين مساعدين لكابتن شوقي غريب في هذا الجهاز، وكابتن اسامه عبد الكريم مدرب لحراس المرمى. ده تشكيل المنتخب الاولمبي واللي تم اقراره النهارده من مجلس اداره اتحاد الكره بقياده المهندس هاني ابو ريده. ايضا تشكيل الجهاز الفني لمواليد 2001، هيكون على راس الجهاز الفني كابتن اشرف قاسم مدير فني، وهشام عبد المنعم مدرب عام، وعبد الستار صبري واحمد فاروق مدربين، واحمد رزيقه مدرب لحراس المرمى. ده تشكيل منتخب 2001. المنتخبين عندهم خلاص تصفيات قربت بشكل كبير. ايضا في جزئيه مهمه جدا، احنا شايفين الفتره اللي فاتت يمكن مجلس اداره اتحاد الكوره اقر حاجه هقولها لكم. الفتره اللي فاتت كنت بتلاقي اكاديميات عماله تفتح شمال ويمين شمال ويمين من غير ما يكون في قوانين بتربطها او بتنظم هذه الامور. النهارده اتحاد الكوره بيقر تشكيل لجنه لاداره الاكاديميات واصدار التراخيص وتقنين الاكاديميات العامله بالفعل والموافقه على اللائحه المقدمه من المدير الفني للاتحاد في هذا الشان. يعني ايه بقى؟ يعني الاكاديميات اللي شغاله في التوقيت الحالي هيتم تقنينها، وبعض الامور الخاصه هتبقى ماشيه تحت مظلة اتحاد الكرة. أيضا الأكاديميات القادمة إن شاء الله هيكون في بقى مراقبة من لجنة إدارة الأكاديميات اللي هتتم إصدار التشكيل أو تشكيل هذه اللجنة لإصدار التراخيص وتقنين الأكاديميات. دي حاجة مميزة، لأنك أنت كل شوية بتلاقي أكاديمية هنا أكاديمية أكاديمية هنا بدون مثلا ما يكون في تنسيق مع جهات إدارية أو جهات خاصة فنية تقدر تبقى أنت عايز تحقق حاجة معينة من خلال هذه الأكاديميات وتربطها بكرة القدم والأندية. دي مهم جدا كان اتحاد الكرة يعملها، أو أي جهة تكون خاصة بهذه الجزئية أو جهة تكون توافق على هذه الجزئية. أيضا كنا اتكلمنا من أسبوع على الموسم القادم وقيد اللاعبين الموسم القادم وعددهم هيكون إيه؟ هل هيكون 30 زي الموسم الحالي ولا هيكون 25 زي ما ورد لنا قبل كده؟ طبعا اتحاد الكرة بيقر 25 لاعب الموسم القادم بالنسبة لقيد اللاعبين، إن شاء الله هيكون 25 لاعب. أما بقى اللاعبين الأجانب هل 4-3؟ يعني لغاية دلوقتي أنا معلوماتي إن هيبقى 3 لاعبين وليس 4 أجانب زي السنة دي، 3 لاعبين أجانب بالإضافة ل 25 لاعب. ده بالنسبة للموافقة على قيد الموسم القادم موسم 2018-2019. الموسم ده هيمشي زي ما هو 30 لاعب، مفيش أي مشكلة بالنسبة للموسم ده. مسابقة 97 هتكون ب 25 لاعب أيضا بالنسبة لمسابقة 97. مسابقة مواليد 97 هتبقى 25 لاعب ايضا. ايضا وافق النهارده مجلس اداره اتحاد الكوره على تعيين استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره السابق مستشارا لمجلس اداره اتحاد الكوره، وتشكيل لجنه من المهندس هاني ابو ريده برئاسته طبعا وخبراء من كره القدم لاعاده هيكله المسابقات. طبعا احنا الفتره اللي فاتت بنستعد لدوري المحترفين، دوري المحترفين لازم يتطبق في وقت من الاوقات في مصر، فتشكيل اللجنه من المهندس هاني بوريده مع عدد من خبراء كره القدم في هذه الجزئيه كان مهم جدا الفتره الجايه. شكل المسابقه هيكون عامل ازاي؟ هو ده بقى اللي هيكون بنتكلم عليه. هيكون دوري المحترفين مقسم من قسمين الف وب، بيتكون القسم الاول من 18 فريق والقسم وايضا القسم الثاني من 18 والقسم الثاني هيكون من 20 فريق. ده بالنسبه لدوري المحترفين. اما القسم الثاني فهيكون من 3 مجموعات زي ما هو، يعني الدوري الدرجة الثانية اللي احنا شايفينه ده هيبقى القسم الثاني هيكون من 3
مجموعات زي ما هو. اما القسم الثالث فهيتكون بشكله الحالي، القسم الثالث هيكون بنفس الشكل اللي موجود فيه بالتوقيت الحالي. اما القسم الرابع فهتكون تحت اداره الفروع مع تكليف اداره المسابقات بوضع التصور الفني للوصول لهذا التكوين. ده بالنسبه للجنه، اللجنه اللي تم تكوينها برئاسه المهندس هاني بوريده بخصوص دوري المحترفين القادم ان شاء الله، اللي احنا نتمنى ان هو يظهر بشكل سريع. اكيد احنا منتظرين يبقى دوري قوي، دوري يبقى فيه شكل مختلف. صراحه كلنا امل يعني، وفي ظل وجود المهندس هاني بوريده، ان كره القدم تختلف في مصر، كرة القدم تروح لحتة تانية. انت عندك ما شاء الله لاعبين محترفين على احسن حال موجودين في اوروبا، الدوري بقى قوي، الدوري فيه استقرار كبير جدا في نظام المسابقة. طبعا كل الشكر للحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، كل ده امور ماشية بشكل كويس جدا جدا، واستقرار هايل في كرة القدم وشكل كرة القدم في مصر. إن شاء الله نتم بقى تتم حتة المرحلة الثانية وتطوير المسابقات وتطوير الكرة في مصر من خلال أيضا توسيع قاعدة اللاعبين في مصر، وإن شاء الله كل التوفيق ليهم. وإحنا بنتكلم بقى على شيء مهم جدا، اللاعبين القدامى. اللاعبين القدامى دائما بيبقى يعني فتره من الفترات مجرد اللاعب بيطلع من بره المستطيل ممكن الناس تتناساه. في لعيبه مميزه طبعا، في اساطير بتفضل موجوده، اساميهم موجوده في الذهن وموجوده دائما في قلوبنا، طبعا نجوم كبيره جدا. ولكن ان انت تبتدي تعمل يعني زي ما تقول رابطه للاعبين القدماء، دي حاجه مميزه جدا، ان انت دايما تتذكرهم، انت دايما تكرمهم، ان انت دايما تخليهم دايما في اذهان الناس، دي حاجه جميله جدا. في لاعبين طبعا ربنا يرحمهم طبعا ما بقوش موجودين معانا، ازاي انت تكرمهم، هي دي النقطه، وازاي تذكرهم دايما باستمرار. مهندس خالد عبد العزيز امبارح كان في تكريم لمجموعه جديده من اللاعبين القدماء، كانت شيء جميله جدا. كان الحفله كانت في وزاره الشباب والرياضه، ودي حاجه جميله جدا من وزاره الشباب والرياضه انها تتبنى هذا الموضوع باستمرار. طبعا هي كانت فكره من نجوم كبار قدماء، وابتدت الفكره تتطور بشكل كبير ولسه هتطور بشكل كبير. يعني بنشوف نجوم كبار، كابتن خواجه طبعا، كابتن احمد شوبير كان موجود، مجموعه من النجوم الكبار والاعلاميين الكبار في هذا الحفلة. قناة النادي الأهلي طبعا راحت وصورت، وهنكون معاكم بعد قليل مع اللواء عبد المنعم الحاج رئيس جمعية اللاعبين القدامى، وأيضا الأستاذ صلاح دندش أمين صندوق جمعية اللاعبين، وهنتكلم عن هذه الجدية. ولكن يعني حاجة محترمة جدا جدا، أنت إزاي تفكر دايما الناس بالنجوم الكبار وتكرمهم، بتفرق جدا جدا في نفسية اللاعبين دول، بتفرق فعلا، بتفرق في وجودهم كمان في ظل تناسي بعض الناس عن انجازاتهم، ان هم ترجعهم وتفكرهم. مجموعه من النجوم موجوده يعني، ورؤساء الانديه، يعني حاجه محترمه. يعني اكيد احنا بنفكر في يوم من الايام ان احنا خلاص احنا بقينا لاعبين قدامى. يعني انا مثلا واحد من الناس ببطل بقالي 6 7 سنين، مع الوقت هنضم لهذه الجمعيه اكيد في وقت من الاوقات، وتبقى حاجه جميله. انت اللعيبه دي لما بتتجمع كمان مع بعض ذكريات جميله جدا جدا جدا، دي حاجه محترمه. يعني فعلا انا سعيد جدا بالتكريم، ودايما ان شاء الله تبقى في دعم كبير جدا من الدوله ومن اتحاد الكره، واللي موجود امامنا دلوقتي المهندس هنا بوريده وموجود في هذا الحفل، دي حاجه محترمه. يعني فعلا بشكرهم على وجودهم امبارح، وبشكرهم على تواجدهم بالشكل ده المميز، وتكريم مجموعه من النجوم، منهم كابتن ابراهيم عبد الصمد، منهم كابتن احمد مصطفى، كابتن هاني مصطفى، كابتن الراحل كابتن حسن الشاذلي الله يرحمه طبعا، كابتن محمد عامر، كابتن بوبو، كابتن حمدي نوح، ايضا مجموعه من اللاعبين الاخرين، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن حازم كرم، كابتن حسن علي، حامد الزهار، حمدي جمعه، حنفي هليل، وطبعا اسم الراحل رضا عبد المولى، ايضا سعيد الجلب، وكابتن سيد طباخ، وسيد عبد الرازق، وطلعت محمود، وعادل احمد، وعباس فخري، وعبود الخضري، وعزيز جرجس، وكابتن فؤاد مرسي، وكابتن محمد ابو امين، وكابتن محمد الكاس، وكابتن محمد توفيق، كابتن الجوهري الصغير، ومحمد الشناوي، ومحمود رشدي، ومصطفى درويش، ونبيل عمار، ونصر السيد، وكابتن رضا. طبعا على الشاشه زي ما انتم شايفين المجموعه كلها، والتكريم موجود، حاجه محترمه جدا جدا جدا. نتمنى هذه التجربه تبقى موجوده باستمرار، ويتم الدعم من كل يعني اللي هو
حابب ان الشكل ده يبقى موجود والنجوم دول يبقوا موجودين بالشكل المميز، نجوم كبار يا رب ان شاء الله يديهم الصحه ويرحم طبعا اللي هم مش موجودين معانا، وتم طبعا تكريمهم في وقت من الاوقات. عايز اذكر حضراتكم قبل ما اطلع فاصل واستقبل ضيوفي طبعا اللواء عبد المنعم الحاج رئيس جمعيه اللاعبين القدامى، وايضا استاذ صلاح دندش امين صندوق جمعيه اللاعبين القدامى. اذكركم بس ان الدور الاسبوع ال20 ابتدى امبارح بمباراه الاتحاد والمقاولون وتعادل ايجابي 1-1، وايضا مباراه الاسماعيلي والاسيوطي وايضا التعادل 1-1، والنهارده كان في مباراه وفي مباراه شغاله النصر وسموحه، وحتى الان سموحه 2-0. يعني ده بالنسبه لمباريات الاسبوع ال20. ان شاء الله بكره في مباراه وادي دجله وطنطا وطلائع الجيش والداخليه وبتروجيت وامبي والزمالك والمصري. يوم الخميس هيكون ان شاء الله مباراه الرجاء والاهلي الساعه 2:30، بذكر حضراتكم، ومصر المقصه والانتاج الحربي. ماتش النصر وسموحه خلص 2-0. طب يبقى مصر سموحه بيفوز على النصر 2-0 بعد انتهاء المباراه. طبعا بذكر حضراتكم بنتيجه مباراه النصر وسموحه. خلينا نروح لفاصل واستقبل طبعا ضيوفي في الاستوديو. كلامنا عن جمعيه اللاعبين القدامى وحاجه مميزه جدا هنستمتع بيها من خلال لقائنا. تاريخنا ابتدى من هنا، مبادئنا وقوتنا وروح الفانيلا الحمراء اتولدوا هنا، الاساطير خرجت من هنا. كفاحنا ابتدى من هنا وبقينا اكبر نادي في افريقيا. التتش حكاية مش هتنتهي، احنا الاهلي اعظم نادي في الكون. نلتقي بكم مثل القرن ملك كتابة بقناة الاهلي. كل حلقة هتلاقوا جديد وكل حلقة هتلاقوا اضافات مختلفة جدا. احنا هنتحمل هذه المسؤولية. كنوز تحكي سر العظمة، سر عظمة الاهلي، سر بطولاته، سر انجازاته. ده جه مع ريال مدريد، هتستنى كام سنة عشان تلعب على مناسبة زي دي مع بطل القرن الأوروبي؟ هو ده نادي الدولة؟ طب هو نادي الدولة منين؟ حل اتحاد الكرة هل هو حل للأزمة ولا تكريس للأزمة؟ سكوت الأهلي والتزامه بالمعايير الرياضية النظيفة والسليمة بيتهم غلط يا باشمهندس. لا احنا بنحضر عفريت ومارد مش هنعرف نصرف. صعب يكون موجود على مستوى العالم في نادي في الالعاب الجماعيه الثلاثه خد الثلاث بطولات القاريه اللي شارك فيها. ملك كتابه في الاوقات التاليه على قناه الاهلي. من أهم البطولات في تاريخ النادي الأهلي، أول بطولة إفريقية في تاريخ النادي الأهلي في موسم 1982. الأهلي كان في مهمة حربية، الملعب فل من الساعة 8 الصبح. المباراة دي مش هيبقى فيها لعب لأن الملعب مش هيساعد. مفيش توقيف كورة، اللعب البره مفيش لعب الجوه. تتخطف وبرافو مصطفى يونس يطلع. مولود جوه النادي الأهلي إنك بتلعب على المكسب، مفيش حاجة تانية، ما نعرفش المركز التاني ده. افريقيا. ماتشات زمان الجمعة الساعة 3 مساء على قناة الأهلي. الآن يا
بجد ترحيب بحضراتكم، ما زلنا مستمرين معاكم من خلال استاد الاهلي. ويمكن كنت اتكلمت قبل الفاصل على ان استقبال ضيوفي هيكون مهم جدا، يعني اللواء عبد المنعم الحاج رئيس جمعيه اللاعبين القدامى، وايضا استاذ صلاح دندش امين صندوق جمعيه اللاعبين القدامى، وايضا الناقد الرياضي على هذه الجمعيه. الجمعيه دي مهمه جدا جدا، يمكن احنا بنشوفها ممكن في اوروبا، بنشوفها التكريم دايما ودايما الترابط مع اللاعبين بره في الدول الاوروبيه موجود، لكن هنا في مصر كانت متاخره شويه. لكن هنتكلم من خلال لقائنا النهارده مع على هذه الجزئيه، وجزئيه كانت مهمه جدا، وشفنا احتفال رائع بتكريم بعض النجوم القدامى في هذا اليوم. في ضيافتي هيكون طبعا اللواء عبد المنعم الحاج رئيس جمعيه اللاعبين المحترفين. سياده اللواء برحب بحضرتك وسعيد جدا بوجود حضرتك. انا اسعد الله اني اخليك صدقني، يعني انا كنت بفرح بيك وانت في الملعب حبيبي، فدلوقتي شايف راجل اعلامي جميل. لا ده شرف، حاجه يعني رائعه بالنسبه لي. شرف لينا سياده اللواء معانا هنا في قناه الاهلي. اول مره ان شاء الله؟ اول مره ان شاء الله. تنورنا سياده اللواء. اول مره هنا في قناه مش في القناه، اول مره في اكتوبر. انا كنت بروح في الهرم الاول. يا ده من زمان قوي. منور دايما سياده اللواء طبعا، شخصيه محترمه ويعني ثانوي جميل 100 100. بس صحيح. ايضا استاذ صلاح دندش برحب بحضرتك. استاذ صلاح انا اللي شاكر جدا على الاستضافه، وشاكر جدا على التغطيه كمان للمهرجان الوفاء الثاني، وده عهدنا بيكوا دايما كقناه الاهلي، وكنجم من نجوم مصر. ربنا يخليك يا صلاح طبعا، اعلامي جميل يعني. ربنا يخليك. خلينا طب نروح نشوف تقرير عن الجمعيات القدامى، وامبارح كان الامور كانت ماشيه ازاي والشكل الرائع كان عامل ازاي، ونرجع نكمل بقى كلامنا عن هذه الجمعيه. النهاردة أولا بنرحب بحضراتكم جميعا في وزارة الشباب والرياضة، اللي أعتقد أنها يعني إذا كان لها دور في مصر في أي عمل بتعمله، فالدور ده نابع من المجهود والتاريخ الطويل والعريض اللي قدموه حضراتكم في السنوات السابقة. أي دولة في العالم بتقوم ويعني بتصنع أمجادها على يد أبنائها، وفي معظم الأحيان رجال الثقافة والفن والأدب والعلم والرياضة هم اللي بيصنعوا جدان الشباب في كل العصور. ولا ننكر أبدا أن رجال كرة القدم في مصر على مدار السنوات السابقة ويمكن في القرن الماضي كله كانوا أحد أسباب القوى الناعمة اللي أثرت مصر بيها على المنطقة العربية بالكامل وأفريقيا ودول العالم. ولا ننكر أبدا أن صناعة الهوية المصرية والوجدان المصري للشباب المصري كان من عظماء كرة القدم اللي موجودين، واللي منهم ناس موجودة معانا النهاردة وقدمت لمصر كتير جدا. ويمكن لما مصر تعرضت في يوم من الأيام أنها تختطف، الشيء اللي منع مصر من أنها تختطف هذا الوجدان اللي كونه أبطالنا دول اللي موجودين معانا دلوقتي وصنعوا الهوية المصرية، فلم يستطع أي حد أن يغير الهوية المصرية نتيجة هذا الوجدان اللي بنوها دي. احنا معانا ناس هنا قاعدة مثلت مصر في اول بطولات افريقية اتعملت لما مصر نظام اسست الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وصنعت اول بطولات افريقية. في ناس موجودة معانا هنا مثلوا مصر في منتخب كرة القدم اللي مثلنا في افريقيا سنة 64 لما مصر اشتركت في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 64. معانا ناس موجودة هنا، كابتن مصطفى رياض، كابتن احمد مصطفى، مثلوا مصر في سنة 64 في دورة طوكيو سنة 64. لما تعرضت مصر لهزيمة عسكرية سنة 67 معانا ناس هنا مثلت النادي الإسماعيلي وقعدت 3-4 سنين بتقول لمصر تستطيع أن تقوم مرة أخرى وتفوز ببطولة أفريقيا سنة 70. كابتن سيد بازوكا قاعد معانا موجود هنا بيبقى سنة 70. كل هذا التاريخ الكبير اللي وصل بعد كده لأن مصر مثلت لعبنا كاس عالم، وموجود معانا هنا من نجوم كاس العالم كابتن أحمد شوبير وكابتن جمال عبد الحميد موجودين هنا، كابتن ربيع ياسين لعبوا في كاس العالم سنة 90. يبقى مصر شاركت في دورة ألعاب أولمبية، شاركت في أفريقيا، شاركت في بطولات أفريقيا، كاس العالم سنة 90، كل الأبطال دول موجودين معانا هنا. أساتذتنا وكباتننا الكبار وعظمائنا اللي علمونا اللي فهمونا اللي ربونا أجيال كرة القدم المصرية العظيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من الجميع لحضراتكم النهاردة لوجودكم في هذا اليوم. النهاردة كلنا بنلتقي في هذه اللحظات في يوم الوفاء
في لحظات رد الجميل والعرفان، لحظة الصدق والامتنان. أول ما يجب أن نتذكره جميعا هو دور هؤلاء الكبار من الرواد والكباتن والزملاء الكبار، فلولاهم لما كنا جميعا هنا. هؤلاء بينهم من غرس الغرس وزرع في البساط الأخضر شجرة الكرة المصرية، استظلنا كلنا كل الأجيال بظل هذه الشجرة. هؤلاء هم الزارعون، فهل يبخل عليهم الحاصدون؟ بالتأكيد لا، يستحق كل تحية وكل حب وكل تقدير. شكل جميل طبعا. المهندس خالد عبد العزيز كان موجود في كلمته طبعا، وكلام محترم من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه عن هذه الجمعيه والشكل بالنسبه للفتره القادمه كمان بالنسبه لهذه الجمعيه ودورها المهم جدا. في يعني اكيد انت بتتكلم على نجوم في وقت من الاوقات مثلوا اسم مصر ورفعوا اسم مصر في وقت من الاوقات، ودي لازم لحظه تبقى موجوده ودايما باستمرار تكريمهم وباستمرار. سياده اللواء خليني اكلمك على اليوم امس، بعد كده اكلمك على الفكره ونتكلم على حاجات كتير جدا تمويلها ازاي طبعا استاذ صلاح بصفتك موجود كامين صندوق، لكن خليني اقول لك اليوم امس كان عامل ازاي. يعني الشكل العام ده اليوم الثاني بالنسبه للتكريم كان بالزبط. انا شايف ان هو الضجه الاعلاميه او الشكل الاعلامي كان اقوى من التكريم الاول. هو كده احنا بنقول اولا نفسينا، احنا بنقول الحمد لله اولا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا نسعد هذا الكم من اللعيبه القدامى، لان زي ما حضرتك عارف مشكله الجمعيه بتاعتنا احنا او اساس نشاتنا ان احنا نرعى اللعيبه القدامى، لان حضرتك عارف ان اللعيبه دي لعبت في وقت كان فيش فلوس وبعدين بعد عن الضوء. اول ما تبعد عن الضوء انت كثير جدا من الناس بتنساك، محدش بيتكلم عليك، بتبتدي هجمك تكبر في السن، تهجمك الامراض، ولادك يكبروا، مصاريفك تزيد، بتبقى في حاجه شديده جدا للماده. احنا الجمعيه بتاعتنا اقيمت على هذا، وبالتالي كان من ضمن كلامنا ان احنا لازم نفكر الناس دي اللي راحت طاي النسيان نطلعها ازاي قدام الناس وتبقى تاخد حظها، ونطبطب عليها احنا كجمعيه ونقول لهم يا جماعه ده احنا اخواتكم، احنا مش غرب عنكم، يعني انت بتلعب معايا في ستينات وانا بلعب معايا في ستينات، فاحنا عارفين بعض كويس قوي. الفكره جت من هنا ان احنا نفكر بقى. بعدين امبارح بقى حضرتك لما تشوف لقاء اللعيبه دي ومقابلتها لبعضها وتسليمها على بعضها ما تصدقش. يعني في زمايل انا، يعني انا شفتهم بقى لي مده كبيره جدا ما شفتهمش، امبارح بشوفه ما بصدقش ان ده يبقى بالشكل ده. صحبة اتاثر جدا ان انا بقى فرحان اللي انا شفته طبعا بعد غيبه طويله. فبتشوف بقى انت امبارح كل الناس اللي موجوده، اذا كان اللعيبه القدامى اللي جايين يكرموا، يعني الحفل اللي عملته وزاره الشباب مش قادر اقول لسيادتك كان جميل ازاي. قدموا مجموعه كبيره جدا من الناس، قدموا الناس عملت عمل اكثر من رائع. فانا بقول الحمد لله على اليوم، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا ربنا يدينا الصحه طول العمر عشان نكرره تاني وتالت وعاشر عشان ندي الناس دي كلها. هنرجع لحضرتك ونتكلم على اليوم، ولكن خليني على الشاشه امامنا دلوقتي كابتن شاوي غريب وهو معايا على الهاتف ايضا. كابتن شاوي مساء الخير، المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي. الف مبروك كابتن شاوي. الله يخليك طبعا يا محمد، وربنا يخليك، متشكرين جدا جدا، وطبعا شكر طبعا لمدربه استاذي ومدربه في المنتخب وانا لاعب كابتن عبد الله. ربنا يكرمك يا ابو طبعا الكابتن اللي هو عبد الله بيديها الفضل علينا كلنا، وكابتن صلاح دندش طبعا سالفه لك كابتن. وقد ايه انا كنت سعيد امبارح باللي كان موجود واللي كان والاحساسي اللي موجود، وربنا باذن الله يا رب والله العظيم يا كابتن عبدنا انتك وحسنات كل الناس اللي بتشتغل معاك حقيقي معاك يا كابتن. يعني قبل يا كابتن ما اخدك واخش على جزئيه المنتخب الاولمبي وابارك لك بقى ونتكلم في تفاصيل الفتره اللي جايه ان شاء الله مع حضرتك، عايز بقى اليوم امبارح كان بالنسبه لك ازاي والشكل اللي انت شفته امبارح بالنسبه للتكريم ده يا كابتن؟ انا والله العظيم ثلاثه، يعني انا بقولها كده، انا عينيا بكت وانا شايف لعيبه كنت بقف واقعد ورا الجون الم لهم الكور وهم طالعين يكرموا وهم طالعين يكرموا في يوم زي ده، واللي فيهم مصاب واللي فيهم تعبان واللي فيهم عنده حاجات تمنعه من، والناس كلها حرصها على التواجد
حرص سياده الوزير والمنتهي وقلص المرضى والناس كلها الشخصيات الكبيره اللي كانت موجوده كلها في قلب الاحتفال ده. والله العظيم يا محمد يعني بص يعني احنا مش هنحس بالحاجه دي الا لما نكبر زيهم كده. صحيح. ولما نكبر زيهم كده مهما كان يعني سيبك من اي حاجه حتى يعني التكريم في حد ذاته هو وسام على صدر الشخص اللي جه نفسيا كمان يعتبره يعني انا والله شفت الكابتن عادل احمد امبارح ده كان مدربي وانا في ناشئين يعني الكابتن حنفي اللي كنت بقعد اجيب له الكوره من ورا الجول انا بكلمك بصراحه يعني كباتن بقى مصر اللي في الانديه كلها اللي كلنا ما نقدرش نتكلم عليها ولا نقول عليها حاجه اللي ادت محمد وقت ما كانش فيه فلوس وقت الناس دي لا كانت في احتراف ولا بياخدوا فلوس ولا بياخدوا حاجه ولا كانوا بيشتغلوا بايه ولا في حاجه نجوم بصراحه نقعد هنا نشيد بيها ونعمل بيها وممكن تكون فيها اي حاجه. وانا يمكن والله العظيم انا قلت للكابتن ابو ربيلة يمكن كلامي بوجهه وبقول على الهواء مع الكابتن عبد المنعم الحاج هو ده مدربي اللي خد المنتخبات وخد بطوله افريقيا معاه وانا لسه عندي 17 18 سنه ولا 19 سنه ان احنا اول جهاز هنكون في المنتخب جهاز الاولمبي ده اللي هيمشي في السياسه اللي هتطع على 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 مدرب الانديه اللي كان الكابتن ابو رجيله وكان الكابتن عبد المنعم بيختار يعني احنا اول ناس هنطبق علينا الحاجه دي بلا نقاش وبلا اي حاجه. طيب كابتن بيطبق على اي حد انا بقول لكابتن عبد المنعم اعتبره بيطبق علينا كلنا كجهاز كل شهر اللي هيقول عليه احنا النادي. يعني كابتن انت يعني هي جزئيه للفتره الجايه ازاي انت تفضل هذه الجمعيه تكبر وتكبر من وجهه نظر كابتن شاوي. انا عارف ان حضرتك من الناس الاذكياء جدا في حته الاداره كمان مش من التدريب. بتشوف ان الامور دي ممكن تكبر ازاي كمان يا كابتن او الجمعيه دي تكبر بشكل كبير؟ بص يا احمد يمكن والله العظيم انا كان عندي كان في اقتراح مره عرضته على الكابتن كيلا طبعا اخويا الكبير واللي خلاني اشتغل في ابقى مدرب برضه هو اللي اول واحد خدني مساعد ده تمام. يمكن انا قلت كلمه يا محمد ودي موضوع سهل جدا وموضوع يجيب ايرادات كويسه جدا 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 انا برضه هقول له كابتن الحاج وبقوله احنا عندنا المدارس الكوره اللي موجوده اللي هي الملاعب يا محمد ملاعب اللي هي الخماسي اللي موجوده اللي بتتاجر دي وبيجي فيها ناشئين كبار والكلام ده وكده من الممكن يكون واحد عايز من المدربين بيساهم بالماء. طب ايه اللي يساهم بمجهود يوم واحد بس يجي يضرب بتاعي معموله تمام. لو انت عندك المدرسه دي لمده 30 يوم وال30 يوم دول انتقط لهم 30 مدرب كلهم اساميهم كويسه اكيد في اولياء امور كتير هيجيبوا ولادهم طبعا. ولما اولياء الامور دول يجيبوا ولادهم كلهم شوقي بيوم سبت الخطيب بيوم كابتن محمد بيوم الناس الكبار كلها كل كابتن حسن شحاته كل النجوم الكبار فاروق عطا الناس الكبار دي كلها انت مش عايز منهم مال انت عايزه بس متواجد في اليوم ده صحيح يجي متواجد في اليوم ده اللي انت تختاره فيه بس يجي يقف وسط الناس ويمرن الاولاد ويكلم الاولاد اكيد الاهالي هتقبل على مدرسه زي دي اكتر من اي مدرسه كابتن محمد. صحيح صحيح متهيألي لا لا كلام حلو هي فكره هي افكار الكابتن بتبقى متواجده لخدمه الجمعيه نفسها يعني صدقني في مدارس بتتعمل في اماكن كتيره وحاجات كتيره بتدخل دخل كويس صحيح يعني في ناس عايشه على موضوع زي ده انا متاكد موضوع زي ده متاكد لو هو ملعب او ملعبين معمودين مخصصين والملعبين دول ممكن الكابتن عبد المنعم يتكلم فيهم سياده الوزير ويبقوا مثلا في الشباب الكتيره او يكونوا في مكان من الاماكن اللي دي لهم ساعات معينه والناس تبقى عارفه ان اللي جاي النهارده كابتن محمود الخطيب يقعد او كابتن حسن شحاته يقعد حاجه جميله طبعا او كابتن فاروق جعفر اللي هيدرب الناس الساعتين دول انا بقول اسماء برضه لا لها في كره القدم باع كبير طبعا وباع كبير وجايين من الناس القدامى يقعدوا ينتقوا من الولاد الولاد ويكلموا الولاد انا متهيألي هيبقى ربحها كويس وهتبقى مشروع برضه احنا بتوع الكوره بنشتغل في الكوره صحيح ما بنشتغلش في حاجه ثانيه صحيح يا كابتن يعني ما بنعملش عمل تجاري احنا بنشتغل في الكوره برضه لصالح الجمعيه يعني لا فكره جميله كابتن والافكار يعني انا شايف استاذ صلاح بيكتب الفكره بتاعتك عشان لو ممكن في وقت من الاوقات يتم تطبيقها دي حاجه مميزه جدا ان هم ياخدوا افكار النجوم النهارده وفي نجوم كتيره الناس بتحبها كابتن طبعا كابتن يعني في نجوم صغيره بره للجمعيه برضه
الكابتن طلعت نجوم كابتن مختار نجوم كتيرة صحيح. واحد بس انا مش محتاجين منه يوك واحد يجي فيه ثلاث ساعات وفي الحقيقة كابتن هي لمسة وفاء بتبقى موجودة الصراحة ولازم احنا كلنا نساعد بأمانة كابتن شاوي وجود حضرتك في الاحتفال ده وجود نجوم كبار موجودين اعتقد دي حاجة كانت محترمة جدا من حضراتكم ست اللواء عايز تقول حاجة كابتن شاوي اه والله اتفضل كابتن شاوي انا بشكرك جدا طبعا على المداخلة الجميلة دي وعلى الفكرة الرائعة اللي انت قدمتها طبعا لا يا كابتن عبد المنعم انا تحت امرك في اي حاجة لكن كمان بشكرك على التبرع المادي اللي انت تبعته للجمعية لا واي حاجه ده شيء مش جديد عليك يا كابتن شوقي الدوري بقى اعتبرني مسكنا المنتخب لنا حاجه شهريه ثابته ربنا يخليك يا كابتن شوقي تقول له هتوصل زي ما بتوصل انا هتوصل فورا يا سلام انا عارف انك انت هتعمل كده افكارك جميله وان شاء الله ولينا قاعده وياك عشان نكمل نشوف الفكره اللي انت قلتها دي ان شاء الله ننفذها طبعا ربنا يخليك كابتن شوقي بقى يعني خلينا ناخدك بقى على منتخبنا الاولمبي مبروك وطبعا ثقه كبيره جدا من اتحاد الكره في حضرتك واكيد يعني حضرتك مش بعيد عن المنتخبات يعني كنت متواجد قبل كده مع منتخب اللي اخذ ثالث عالم كنت متواجد مع منتخبنا الاول يعني انجازات مع كابتن شوقي غريب صراحه كابتن شوقي بقى تفكير الفتره الجايه والجهاز الفني طبعا كلهم اسامي محترمه سواء بقى كابتن معتم الجمال كابتن محمد شوقي وائل رياض واسامه عبد الكريم كلكم ان شاء الله ما شاء الله كابتن حاجه محترمه فعلا تليق باسم مصر يعني. الحمد لله بس انا يعني كان حتى لما حصل كلام في هذا الموضوع كلام على الجهاز انا كنت مطمن ان الجهاز بيكون فيه اشخاص من المشاهد المميزه في العالم ودول الاثنين بقوا الاثنين مدربين زي محمد شوقي وائل رياض الاثنين صغيرين كوادر بتعمل من الكوادر صحيح بحترم حضرتك في الفكره دي بحترم حضرتك في الفكره دي جدا كمان بصراحه يعني معتمد كان بس في 97 وهو اضرب اللعيبه اللي كانت موجوده دي وهيأثر علينا لمسافات كتيره وهو هادي الطباع ومدرب كويس صحيح ومحترم وشخصيه جميله وشخصيه ملوش في اي مشاكل انا بكلمك بصراحه وسامع كلمه ده كان اختيار الجهاز اللي انا قلت يبقى الجهاز موجود على هذا الاساس يبقى الجهاز حتى جهاز متناسق مع بعضه فروقات السن وفروقات الاعمار يبقى نقدر نشتغل. احنا عندنا هدفين اي مسابقات بتتعمل الهدف الرئيسي دلوقتي بقت النتائج صحيح محمد انت عارف كده صحيح كده. فالهدف الرئيسي انك لازم توصل باذن الله يعني باذن الله اولمبياد طوكيو والهدف الثاني انك تقدر تحقق الجزء زي ما انت حققنا في كاس العالم صحيح بصراحه ده الهدف وهدف رئيسي ممكن يبقى الهدف موجود لكن ما بيبقاش ملموس لناس كتيره اللي هو منتخب مصر ما بعد كاس العالم هيعمل احلال وتجديد. طب ما احنا نبقى احنا اللي بنقدر اللعيبه دي اللي تقدر تقدمها للمنتخب مظبوط يحصل تواصل الاجيال وما يحصلش الدروب اللي حصل لنا قبل كده فقدنا فيه ثلاث بطولات ما نعرفش نوصل لها صحيح يا كابتن فتبقى انت الفريق الاول بيشتغل النهارده على راس حربه مش لاقيين احنا بنشتغل على راس الحربه عشان بيشتغل على باك رايت مش لاقيين بيشتغل على سيرف باك يعني ده اللي في دماغي انا اعمله الحاجات دي يا كابتن محمد اشمل ملموس النتائج وعشان كده هي هدف رئيسي مننا واللي احنا هنشتغل فيه هنشتغل في ثلاث مراحل عندنا مجموعه بتلعب في الدوري العام ودي مجموعه ما ادتش عن 13 لعيب او 14 لعيب بيلعبوا في الدوري العام باستمرار دلوقتي عندنا مجموعه اللي بتلعب في الدرجه الثانيه ودول عدد الانديه فوق حاجه و50 نادي بيلعبوا في الدرجه الثانيه والمراحل السنيه دي بتلعب فيها ومجموعه بتلعب في مسابقه 97 يبقى عندي ثلاث مراحل هنقدر نشتغل فيهم بالمرحله اللي جايه دي عشان نقصر المسافه لان لاحظ ان التجمعات مش مستمره التجمعات على فترات كبيره فالتجمعات دي لازم تبقى عندك هيكل تقدر تعمله بسرعه صحيح ده الشغل اللي احنا هنشتغل عليه يبقى عندنا منتخب في الاخر قوامه من 30 33 لعيب قوام واضح للناس قدرنا نكونه قدرنا نشتغل معاه قدرنا نعمل معاه في وقت تجمعات الاول علشان تقدر تجيب لعيبه الدوري لازم تشتغل مع مجموعه اللي فيك واللي ما بتختلف بره وبصح الاول ما بننساها خالص يا كابتن محمد لان خلاص ده شق طريق المنتخب الاول اذا كان عندك ماتش رسمي ينفع يجي معاك ينفع اذا ما كانش عندك مش هيبقى في مشاكل صحيح لكن كابتن انتوا اول مباراه اكيد اعتقد ان هي التصفيات قربت بالنسبه للمنتخب الاولمبي بالنسبه اول مباراه السنه الجايه ودي هتبقى الدوره مجمعه هتتلعب في مصر دورة مجمعة في مصر ده حاجة محترمة حاجة كويسة كويسة جدا الدورة المجمعة دي اللي التأهيل مباشرة للأولمبياد طب دي حاجة كويسة جدا يا كابتن وفرصة كبيرة وعظيمة المسافة لما تيجي تحسب المسافة وعدد التجمعات قليل وقت قليل قليل أنا معاك صح تمام
زمان لما كنت في منتخب الشباب وانت عارف يا كابتن محمد قبلها باربع سنين المي. اربع سنين لا قبلها باربع سنين لا وبتقعد واخدين الفرقه طول السنه صح صح كنا بنقعد احنا انا كنت بشتغل مع الدكتور محمد وكابتن حلمي كان معاكم كنت بقعد اتفرج ونيجي نتفرج كنا بنقعد طول السنه في المعسكر وكم من مباريات بقى وتجهيزات بالنسبه للبطوله نفسها صح يا كابتن لكن النهارده انت محتاج الوقت القصير ده توصل فيه بسرعه لهيكل صحيح هو ده اللي هيبقى موجود ابتديت يا كابتن في اختيار الهيكل ده بالنسبه لكلام حضرتك ولا لسه انا عارف ان انت اكيد اكيد باصص وحاطط عينك على ناس خلاص اللعيبه اللي بتلعب في الدوري بنسبه 80 او 90% انا عارف وبشوفهم وكل حاجه لكن في اماكن كتيره لما تيجي تفكر فيها بتبقى عندك صعوبات زي ما تيجي تقول مثلا ايه هو مين حارس بيلعب في المرحله السنيه دي وانت لما تيجي تلعب المسابقه نفسها هتلاقي نفسك بتلعب مع لعيبه محترفين في افريقيا دول كلهم بيلعبوا في اوروبا لان اللعيبه هيبقى عنده 22 سنه 23 صحيح فبتهيألي مش هيبقى في حد بيلعب في بلده صح. لما هيجوا يلعبونا صحيح يا كابتن لازم نبحث وندور على مين اللي بيلعب عشان نعده كويس صحيح في في الدوري بيلعب يعني اللي في الدوري كله بيلعب جونين او حاجه بداوا يشاركوا لكن لازم نشوف ناس تبدا بتشارك على طول في يمكن المنطقه الاماميه دي للمنتخب فيها ناس كتير بتلعب دلوقتي وبدات كويسه وبتلعب في الدوري بتلعب لكن ممكن في نص ما تلاقيش ناس كتيره في المدافعين ما تلاقيش ناس كتيره بس يعني احنا باذن الله نشتغل ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله كابتن شاوي بالتوفيق ليك ان شاء الله وجهازك الفني ان شاء الله الوصول لاولمبياد طوكيو دي حاجه مميزه وجود التصفيات هنا او المباريات المجمعه هنا عشان نوصل ان شاء الله على طول وتبقى في دعم جماهير وان شاء الله يبقى موجود بقى الجمهور بقى في الوقت ده كمان يا كابتن وهنبقى وراكوا دايما باستمرار كابتن شاوي الف الف مبروك لحضرتك يعني حبيبي كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي كل التوفيق ليه استاذ صلاح بقى خليني اكلمك نرجع لموضوعنا موضوع هذه الجمعيه المحترمه الجمعيه اللي فيها لمسه وفاء كبيره جدا لمجموعه من النجوم اللي مثلوا مصر ما دام احنا كنا بنتكلم على منتخب مصر فاكيد منهم اللي من شارك مع منتخبنا ومنهم اللي لعب مع انديه كبيره مثلت برضو مصر في مختلف البطولات تالي امبارح اليوم كان عامل ازاي بالنسبه لحضرتك طبعا انا عارف مجهود كبير حضرتك بقالك اسبوع ولا 10 ايام بتقوم بيه عشان نجاح هذا اليوم التكريمي المميز جدا بسم الله الرحمن الرحيم بص يا كابتن محمد الهدف من الجمعيه من الاساس من 2007 هو اليوم زي ده كلمه الوفاء كلمه العطاء كلمه الطبطبه كلمه بص تطلع ناس كانت في دايره الضوء تبتدي واختفت عنها بمرض وقهر ونسيان وحاجات كتير وظروف هو ده الحاجه الاساسيه دي التورته دي الكريمه بتاعت الجمعيه بمعنى احنا شهري عندنا الحمد لله رب العالمين رعايه لمجموعه تقريبا يوصلوا ل 130 131 اسره من اسر اللاعبين القدامى لم نتعثر يوما رغم ان الجمعيه كلها قائمه على التبرعات كلها ولم نتعثر يوما في ربنا سبحانه وتعالى كرمنا اخر كرم جميل جدا ما هو ما دام هدف سامي فهتلاقي ربنا لوحده بييسرها يعني اكيد معاك مجموعه من نجوم 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 مصر واسمح لي يعني اتفضل اقدم بس اتفضل طبعا مش هقدم يعني اتشرف ان انا اقول معاهم كابتن عبد المنعم الحاج رئيس للكابتن برجيله نائب العبد لله امين صندوق معاك كابتن احمد شوبير كابتن جمال عبد الحميد كابتن ربيع ياسين كابتن عبد العزيز عبد الشافي معانا محمد الجرجاوي سكرتير عام الجمعيه وهو على فكره احد اصحاب الفكره الاساسيه يعني للجمعيه معانا زميلنا طارق رضوان المجموعه دي بقى كلها هدفها ده وبتشتغل على ده امبارح كان قبليها بيسبقها بشهرين تقريبا احنا قاعدين بنعمل اجتماعات للجمعيه من لجنه لتكتمل لمكتب تنفيذي عشان تختار الاسامي اللي تتكرم اختيار الاسامي كان ليه ثلاث اسس يعني مش بنختار وخلاص اولا السيره الذاتيه في الملاعب تاريخ وبطولات واسم وكده اثنين التوزيع الجغرافي يعني عايزين اكبر كم من المحافظات ثلاثه الحاله الصحيه والظروف الاجتماعيه تمام التكريم كان مقسوم نصين في تكريم 26 نجم من نجوم اللي اسروا الملاعب ده كان تكريم ادبي ومادي وفي تكريم ادبي فقط لنجوم قدمت كتير قوي لمصر وكنا بنقول لهم شكرا يعني وهم دول كانوا ثمانيه. كان في تكريم تاني بقى
اللي هو رد الجميل للناس اللي دائما دائما واقفه جنبنا، مش عايز اقول بتتبرع، لا بتدعمنا بشكل كبير وبمبالغ كبيره وكده، فقدمنا لهم دروع من الجمعيه شكر وتقدير لهم. فانت الاجمالي عندك هتلاقيه في حدود 48 شخصيه رياضيه. المنظر نفسه هو ده بقى اللي يزيح عنك اي تعب طول الفتره اللي فاتت، انه التعاون الشديد جدا من وزاره الشباب والرياضه بدايه من الوزير وبعدين الدكتوره امل جمال والاستاذه اكرام ومدير المسرح عصام، كل الناس دي سخرت الوزاره تماما ليك، وبتطلب لبن العصفور فبتلاقيه جيب لك العصفور نفسه كمان يعني. كان الهدف ان احنا نعمل، عارف حضرتك، بوكي ورد لكل واحد من دول تطبطب عليه تبوسه. المنظر انا عايز بس اقول منظر صغير، مشهد صغير، كان اصعب مشهد في الحفله امبارح، ناس قليله قوي اللي خد بالها منه. كابتن عبد العزيز عبد الشافي انهار دموع وبكى لما شاف احد النجوم الكبار قدامه وحالته الصحيه تعبانه. عايز اقول انه انهار بكاء شديد جدا وما تملكش نفسه. النجوم دي كلها وهي موجوده انت كان لازم في الاخر تقول لهم شكرا. الهدف من اليوم ده كله انك في اسماء اتحدى ان الجيل الجديد والجيل اللي قبليه يعرفوهم ولا يسمعوا. يعني انا هقول لك بمنتهى، انا طبعا في بعض النجوم يعني اعرفهم، لكن في بعض الاخر فعلا حقيقه انت بتعرفنا بيهم، ودي حاجه تحترم. يعني اولا حته ان انت اللي يبقى عندنا الاصل وان احنا دايما نبص له وان احنا ناخد منه هدفنا لقدام، ده مهم جدا يعني. دي كانت رساله مهمه، دي حاجه مهمه تقول للجيل الجديد خلي بالك القدوه ده انت ليك اصل، ليك جذر، الجذر ده ما ينفعش يتنسي وتساب من غير ما يتروي. مجرد انك ترويه بايه؟ بانه انا عايز اقول لحضرتك مشهد الابتسامه اللي مرسومه على وشوش الناس كلها شيء فوق الرائع. وناس قهرت مرضها بقى امبارح وجت، والاحتفال الاولاني عيد الوفاء الاولاني كان عندنا خمس نجوم كانوا جايين على عجله متحركه. خمس نجوم منهم كان كابتن صفت عبد الحليم وعندنا ازمه تانية اعتقد ان اللواء عبد المنعم يتكلم فيها، انك لما بتيجي تختار 26 تكرمهم انت قدامك 260 بتختار منهم. وبتعاني بشده شديده جدا انك ليه اخد الكابتن فلان واسيب الكابتن فلان. طب نخلي ست اللواء يتكلم عنها، وفي نفس الوقت الاسم نفسه يوم الوفاء، يعني هل الاسم نفسه اخترتوه بالشكل ده ولا كان في كذا اسم بالنسبه لليوم ده طرح ولكن انت اخترت الوفاء؟ لا والله يا كابتن محمد احنا اخترنا، احنا اخترنا يوم الوفاء ده كاسم، لان الاسم نفسه ده معبر جدا يعني. احنا هو ما يعتبرش بقى تكريم، انت فعلا يوم وفاء بالنسبه لازم الناس دي تحس زي ما قلت لحضرتك كده. الفكره قائمه على ان احنا نرعى هؤلاء الناس. رعايه هؤلاء الناس دي بتمثل بالنسبه لينا احنا او بالنسبه لكل الناس اللي في الجمعيه انك انت بتقول لواحد متشكر طب على مجهود اداه. ده الفكره بالنسبه انتوا اتجمعتوا ازاي عشان تكونوه؟ يعني الفكره جت ازاي وابتدت تجميع وجود حضرتك وجود استاذ صلاح وجود المجموعه كابتن خواء طبعا كابتن ابو رجيله والمجموعه كلها الصراحه اللي موجوده في هذه الجمعيه، ازاي جمعتوا بعض كمان بقى؟ طب تستاذن لي؟ اتفضل. هبص الكره لصلاح في دي، ان صلاح هو طيب وارجع لك تاني وارجع لي انا قاعد. طيب ماشي. لا ازاي يا استاذ صلاح؟ كابتن ابو رجيله كان بيعمل حاجه بيعملها بشخصه مع الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه. كانوا بيتجمعوا كل فتره كل شهر مره يتغدوا ويتعشوا يقعدوا يسلموا على بعض مجموعه نجوم. في الوقت ده احنا بعيد تماما عن القصه، في الوقت ده كابتن جمال عبد الحميد كلمني قال لي بقول لك ايه، جمال كابتن جمال من اقرب اصدقائي، بقول لك ايه، في واحد محامي وجاي لي دماغي عايز يعمل جمعيه اهليه، فاقعد معاه قلت له اعمل له ايه. المهم جه الراجل قعد معايا اللي هو الاستاذ محمد الجرجاوي، قال عندي جمعيه كذا كذا وعايز اعملها وبتاع، بس للاسف مفيش حد من الوسط الرياضي راضي ان يخش فيها، وباخد وعود والناس بتهرب مني بعد كده. ربنا كرمنا اما جه اقتنعت جدا بالفكره، انا في الوسط الرياضي والوسط الكروي، فكلمنا الله يرحمه ويحسن اليه اللواء ابراهيم فاروق، ده كان رئيس نادي الشمس وهو راجل اعمال، هو في ذمه ربنا سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان البذره الاولانيه، كابتن عبد المنعم الحاج كلمناه، فهو برضو نفس القصه في
في نقابة المهن الرياضية، كلمنا الكابتن جمال عبد الحميد، الكابتن أبو رجيلة ده مؤسسة، ده وزارة تضامن اجتماعي لوحده، فانضم كده، فبدأت الجمعية تعمل كده. دعمنا فيها لفترة ليست قصيرة، الله يرحمه ويحسن إليه، اللواء إبراهيم فاروق اللي هو كان رئيس، اللي هو إبراهيم بينو شهرته، وسبنا ترك رئاسة الجمعية بعد سنة تقريبا سنة اللواء للواء عبد المنعم الحاج، وقال أنا نائب، وبعديها رحل عن دنيتنا يعني. الله يرحمه. على فكرة احنا معانا في الجمعية، نسيت أقول لحضرتك، مهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس إدارة. عضو مجلس إدارة. دي حاجة مهمة جدا طبعا لما يكون رئيس الاتحاد بس هو ما كانش رئيس الاتحاد ساعتها. بغض النظر مهندس هاني أبو ريدة ككرة قدم وبوزيشنز موجود في واسم جميل قوي، دعم كامل، خلي بال حضرتك دعم كامل مقدمه كاتحاد كرة. وامبارح أعلن في الحفل إن المبلغ اللي بيطلعه شهري للجمعية زوده، ما قالش كام، بس نأمل انه يعني ربنا يكرمه، هو بيدفع مبلغ كويس يعني. ده طبعا كابتن عبد العزيز عفشافي وجوده السلام جميل كابتن عزيز، صراحة اضافة كابتن جميلة جدا للجمعية رائعة بكل اللي بيعمله ده. لسه في تكملة بالنسبة لل لا خلاص انطلقت الجمعية بقى، ومن يومها الى الان ربنا سبحانه وتعالى لم يخزلنا يوما الحمد لله، وان شاء الله مش هيغزلكم، لان ده فعلا هدف سامي يا ست اللواء. استكمالا بقى، ليه بقى انتوا الاختيار بيبقى صعب بالنسبه ليه اليوم ده بيبقى التكريم بالنسبه للمجموعه، انتوا بتقولوا فيه 260 واحد ولسه كمان ممكن يبقى العدد اكبر من كده، فالاختيار في اليوم ده اعتقد بيبقى صعب على حضرتك. صعب قوي. احنا زي ما كان صلاح على حضرتك كده بنعمل ايه، ثلاث محاور. المحور الاولاني، طيب سيادة اللواء معلش انا هقاطع حضرتك لان معايا كابتن ابو رجيله معايا على الهاتف، وهو كابتننا كلنا ده طبعا، كابتن ناصر طبعا كابتننا كلنا ده، كابتن نادي الزمالك. كابتن مبروك، امبارح كان يوم جميل، وحضرتك دايما بتضيف زي ما بنقول لمسه جميله دائما في كل مكان انت بتكون فيه. كابتن ابو رجيله، ايوه تحت امرك حبيبي يا كابتن، منور طبعا، وامبارح يوم جميل، وزي ما بقول لحضرتك كده انت دايما في اي مكان موجود فيه بتضيف لمسه جميله ولمسه يعني وفاء دايما باستمرار من حضرتك كابتن. يا محمد انت حاجه جميله، وبسم الله ما شاء الله، حاجه من حاجات بتوع كره القدم الجمال اللي الواحد يتمنى يتكلم معاه ويقعد معاه ويتفرج عليه. انا طبعا بستمتع دايما يا كابتن لما ببقى حضرتك موجود في مكان اجي اقعد جنبك على فكره يعني. الله ده حقيقي. كابتن امبارح اليوم كان عامل ازاي بالنسبه لكابتن ابو رجيل؟ انا امبارح كان متهيألي ان احنا وصلنا دور ال 16 في كاس العالم. ان شاء الله نوصل لدور قبل النهائي كمان. المنظر امبارح كان زي يوم التتويج بتاع المنتخب مصر عشان وصولهم لكاس العالم، ما تتصورش الفرحه وال ال 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 الواحد شافها في عيون الجيل الخمسينات والستينات والسبعينات، الجيل الجميل ده اللي فرح الناس كلها. وطبعا انا عاشرت منهم كتير وترقصت من ناس كتير فيهم ولعيبه على اعلى مستوى واخلاق على اعلى مستوى، وللاسف للاسف اني خرجوا بعد الاعتزال ما فيش حد يبص عليهم. احنا بقالنا 8 سنين الحمد لله، الحمد لله الفريق الوحيد او الجهاز الوحيد اللي ما تشالش منه مدير الفني منهم. بص يا كابتن ابو رجيله طبعا بتروح من ورايا ست اللي هو عبد المنعم طبعا، وكابتن صلاح واستاذ صلاح دندش معايا هنا في الاستوديو طبعا بيسلموا. ايوه ما انا شايف الكابتن عبد المنعم ده استاذنا واخونا الكبير ومحترم، ويعني الجهاز الجمعيه اللي معانا فيها مجموعات، في ربنا يخليهم ويكرمهم، وبعدين ربنا رزقنا بوزير شباب جميل، ورزقنا برئيس اتحاد جميل جدا جدا، وناس من بره الكوره، ناس من بره الكوره يعني واقفه معانا واقفه جميله جدا. وعايز اقول لك حاجه، ربنا كمان رزقنا بواحد اسمه عبد العزيز عبد الشافي، الخير جه على ايديه، جه على ايديه، وكان ناقصنا الكابتن فتحي مبروك عنده استوديو، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يوم كان جميل جدا جدا، كل واحد روح من الاحتفاليه ديت
واحنا كلنا مبسوطين. وما تتصورش ان سيادة الوزير عايز يجيب لك لبن العصفور. السيدة رئيسة التضامن ووزيرة التضامن الاجتماعي تقول ما احنا مجيب بعت مندوب وعلى التليفون وبتشوف ايه اللي حصل. امبارح في ناس شاف ما شافتش بعض بقالها 30 سنه و35 لسه كنت اكلمك عليه يا كابتن. لسه كنت اكلمك موجود لو انت تشوف فؤاد مرسي على سيد الطباخ على كابتن عواد الحرك حنفي هليل على كابتن احمد عبد الحليم على كابتن الجار الصغير مجموعه ناس حاجه تفرح تفرح تفرح. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا كابتن. لازم نعمل ميداليه كبيره ونكرم فيها كابتن شوبير لان هو اللي قاد الموضوع وهو اللي رتبه وهو اللي كان واقف يرتب الموضوع كانه الحاجه دي كان فرح بنته ولا فرح ابنه حاجه تفرحه. دي ما دام كابتن بوبو اصرت انها لازم تيجي وتقعد في وسطينا وتتفرج. ما تتصورش سعاده هنا بوريده وقعد في وسطينا ما سابش حد ما اتكلمش عليه ولا قال لك ابو رجله كل ما يكلمنا اقول راحت الفلوس. يقعد يعيط لي في التليفون ويقول لي فلان عيان وفلان تعبان. خلاص ابو رجله ما تجيليش ثاني انا خلاص ما بقاش معايا فلوس. بابا ما جابش فلوس لا لازم تجيب فلوس. امبارح ادانا فلوس وادانا الناس فلوس وجد قامت كبيره جدا للحفله. ورئيس النادي الزمالك المستشار بتبرع امس ب 150 الف جنيه وناس كتيره. واللي انا زعلان منه وصعبان عليا ان احنا 18 نادي في الدوري الممتاز زائد زيهم في الدوري الدرجه الاولى ان دولت لو كل لاعب منهم كل مدير فني او مدير اداري خد 200 جنيه من كل لاعب ومن كل مدير فني 300 جنيه والله العظيم ثلاثه ما هنخلي واحد في مصر من الرياضيين وخاصة كرة القدم. لأن أنا عايز أخلي بتوع السلة يعملوا كده وبتوع الطايرة يعملوا كده وبتوع اليد يعملوا كده هنشيل كهل جامد جدا على يا كابتن أبو رجيلة. كل دول العالم فيها الجزئية دي حتة إن هم بيجمعوا بعض وبيبقى حاجة وفاء وبتبقى زي رابطة كده حتى التجميع نفسها بتفرق بشكل كبير. فلازم طبعا لازم حضرتك يعني أعتقد الجمعية دي يعني جمعية ليها طبع خاص جدا 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 في وجودها في التوقيت الحالي ده حاجة يعني محترمة كابتن. والله والله احنا عندنا واحد يمني عايش في مصر قريب كابتن علي محسن. اسأل الكابتن عبد المنعم الحاج سنويا ب 50,000 وكل شهر 10,000 لوحده كده سبحان الله لوحده. ده حاجة جميلة جدا. وبعدين مش عايز انسى اسماء يعني رئيس نادي الزمالك دفع قبل كده، رئيس نادي الاتحاد دفع قبل كده، رئيس المصري القديم دفع علينا قبل كده حاج احمد فوده الجريحي. يعني مش عايز انسى ناس دولت حاطين ايدينا ايديهم فين مع الجمعيه بشكل غريب كان الموضوع موضوعهم. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لان احنا اول مره يعني يكون عندنا ويتنج ليست. حلو ويتنج ليست. حلو لسه هنتكلم مع سياده اللواء على الويتنج ليست ده. حلو حلو يا كابتن. تدمك خفيف وفي حد يقدر يقول كابتن رجاله غير انه نستمتع بيك واحنا قاعدين جنبك. الويتنج ليست دولت يعني انا بقترح على الكابتن ميعاد منعم حرج على الهواء والنبي تتحايل عليه الموضوع ما بدل ما يبقى سنه يبقى 6 اشهر. لا لا لسه كنت اتكلم مع الجزئيه دي. طالما ان ربنا بيبعت لنا فلوس. الرئيس السيسي الناس بتقول له الموضوع 6 سنين يقول لهم لا سنه ونص. ابو رجاله بقول لهم بيقول لك بيديك امر. كابتن ابو رجاله يعني يوم جميل وسعداء بوجودكم كلكم صراحه. واحنا ابن الكابتن المرحوم الكابتن شاذلي قاعد وابن ابن الكابتن هاني يا عيني يا عيني على الناس اللي موجودين على الناس الحلوه دي. يا رب يا رب بحق جهنبي يدينا الصحه دائما يا كابتن وان نقدر نعمل حاجه كويسه لاخواتنا يا رب بحق جهنم دايما تتجمعوا على خير ودي حاجه. لا كابتن منور يا كابتن للتلفزيون النادي الاهلي المحترم. ربنا يخليك يا كابتن منورت كابتن ابو رجيله طبعا نجمنا الكبير نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني وحاجه محترمه لمسه الوفاء. ما زلت معاك ست اللواء. أيوة. وكلامنا هو بيقول لك ويتنج ليست لسه يعني واحنا بنتكلم على صعوبه اختيار الاسماء في كل والله. تكريم ما هي دي النقطه ان انت دلوقتي عايز كل شهرين تعمل حفله عشان تدي لمسة الوفاء دي لناس ممكن ما كانتش موجودة في اليوم اللي كان موجود امبارح. فانت ازاي مثلا انتوا بتفكروا فيها في اختيار الاسامي؟ شوف يا كابتن احنا بنجيب
بنعمل ثلاث حاجات زي ما كان صلاح قال. الحاجة الأولانية تاريخك الرياضي مرتب. أنت سيادتك لعبت دولي الأول، لعبت في النادي بتاعك زمان كان عدد المباريات الدولية مش زي دلوقتي. صحيح. فكان بيلعب دولي ده عدد قليل يعني، إنما كان في لعيب بيلعب باستمرار في النادي فده بيعادل مع اللعيب الدولي. وبعدين النقطة الثانية بقى بعد تاريخك الرياضي بحط بقى المرض اللي عندك، حالتك صحتها ايه، عامله ايه، ظروفك شكلها ايه كده، ده التاريخ المرضي بتاع الشخص اللي احنا اختار بيرترتب كده. ودي بقى يا كابتن اصعب واحده احنا بنقابلها، انك تيجي تقول ايه عم بنعمل حاج يقول لك ده مشلول. طبعا الشر عليك. لا الحمد لله يعني، فبتلاقي حضرتك ايه انت قلبك من جوه فيه غصه، ازاي ده جرى له كده، فترتب بقى الحاجات دي. انا اسف معلش. وبعدين التالتة بقى موقف المالي، وده ما نقولش عليه ابدا لحد، لان احنا شغلتنا ان احنا نساعد ونحابي ما نقولش يعني ما نفضحش اللعيب ده طبعا. لا لازم نخلي حافظ على صورته كده قدام الناس وكل حاجه في يوم الايام، ما نقولش اي حاجه طبعاً. احنا نعمل ده في السر وما نعلنش قدام حد. وبالتالي بقى ايه بعد ما نرتب بقى الحاجات دي كلها نقعد كلجنة بقى نبتدي نرتب واحد اتنين تلاتة اربعة. وبعدين بنشوف بقى زي حضرتك ايه، زمان كان في 12 نادي في الدوري مش زي دلوقتي. فال 12 نادي في الدول في الدوري هم تقريبا اللي احنا مفروض نركز عليهم، لان دول في الفترة اللي احنا بنتكلم عليها لغاية جيل السبعينات. طب الناس دي بقى نرتبها واحد اتنين تلاتة كده، تاخد بقى انت بالترتيب ده وبعدين تبتدي تقول احنا معانا كام بقى. نرجع بقى لك بصلاح تبتدي يقول لحضرتك ايه معيش هاتهم فلان اعملوا مش لغايه لما نجرب نجمع فلوسنا بقى كلها كده. خلي بالك كلها تبرعات، مفيش فلوس احنا بنجيبه من حد يعني، ما خدش حاجه من حد، كلها تبرعات. وبعدين كل التبرع اللي يجي خدها يا كابتن صلاح، خدها يا كابتن صلاح، كابتن صلاح بقى حط بقى في الاخر وصل لنا كام مثلا 100,000 يبقى ندي كذا على كل واحد كذا ونظبطها. وبعدين نروح قاعدين نعلم بقى هنجيب مين وهنعمل ايه وبتاع، نبتدي ناخد ده اجراءات الحفله اللي هي اللي احنا بنعملها. والله احنا كابتن ابو رجيله دايما بيصر احنا نعملها كل 6 شهور. انا شايف انها صعبه شويه دلوقتي تنفيذها لان الناس اللي بتتبرع انتوا بتعملوها كل سنه دلوقتي كابتن؟ دلوقتي كل سنه. كل سنه مره وبنسميه عيد الوفاء. وده برضو ساعدنا فيه السيد الوزير يعني، هو اقترح برضو اقتراح جميل قوي. قلت له يا فندم طب احنا لما نيجي قال انا بعمل دوره. قلت له احنا الدور اللي فات في التكريم الاولاني قلت له عايزين نعمل دوره كره خماسيه، دينا الملعب عشان نعمل دوره كره خماسيه باسم اللعيبه النجوم دي. قال لي لا ده انا عندي دوره بعملها في الصيف في اجازه نص سنه، فهات لي اسامي اللعيبه اللي عندك دي وانا اعمل لهم ونقول بقى فرقه فلان اللي كسبت واحنا نيجي كلنا نحضر. قلت له جميل قوي. فابتدينا ايه نديله اسماء الناس النجوم دي، فيقول لك مثلا فرقه محمد فاروق ضد فرقه عبد المنعم الحاج ضد فرقه عادل زين ضد فرقه ابو رجيله، تبقى الناس حتى اللعيبه اللي بتلعب الصغيره اللي هي ما تعرفهمش. لا الواد الله مين 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 اسمه ايه ده عادل زين ده قطعا هيسال. هنقول له يا ابني ده عادل زين ده كان لعيب في الخمسينات والستينات وكان نجم نجوم في نادي القنال وعمل وسوى وكده. الافكار دي كلها الهدف الاساسي منها كابتن محمد ان احنا ايه نرجع اللعيبه تانية النجوم الكبيره دي الناس تعرفها. لانك انت بتعاني يعني صدقني اللعيب الكبير ده لما يتنسي بيعاني معاناه مش قادر اقول لك عامل ازاي. هي طبعا هو الحياه كده ست اللواء، لكن هو فعلا اللعيب مجرد انه يطلع من المستطيل الاخضر الامور بالنسبه له بتتغير خالص شيئا فشيئا، وده خالص. هو دي الحياه. لكن هي النقطه اللي انت بتعملها دي هي اسمى شيء هتخلي الناس تبقى معانا. احنا عايزين لكن ما اقدرش اعمل لك 6 اشهر، لانك 6 اشهر ده محتاج حاجتين، محتاج زخم مال كبير عشان اقدر ادي الناس دي، لان انا بدفع مبلغ كويس مش حاجه كده يعني. المبلغ ده بيساعد في حاجات كتير قوي. طب انا هجيب ازاي كل 6 اشهر؟ الشخص اللي بيتبرع ده كمان انا اضغط عليه ليه؟ يعني لما يعرف هو كل سنه بيجي ويحب معانا ويكرم، هو راجل بيحبنا يعني، فخلاص اتفضل بعد سنه. انما لو ابو رجيله بقى معاه فلوس هو يدينا بقى مره احنا اعلان شباب الرياضه يعني ما بيبقاش فيه جزء لا من مادي شباب الرياضه كفايه الخدمات اللوجستيه. بقول زي بتوع حلو ناشط سياسي. ايوه ناشط سياسي. يعني شوف امبارح حضرتك
وزاره الشباب دي ادتنا احلى حاجه مسرح زي ما كابتن صلاح قال لحضرتك كل موظفين الوزاره في خدمتنا. وبعدين اللي احنا شفناه امبارح ده حضرتك كل الخدمات اللي انت تتمناها في حفله قدمتها وزاره الشباب. وبعدين امبارح كان المفروض حظينا مش ولا بد ان الدكتوره الوزيره غاده والي ما جاتش وهي بتطفي برضو لمس الجمال على الحفله. خلي بالك يعني المره دي كانت للاسف انا سالت السيد الوزير ايه الحكايه قال لي كانت مع السيد الرئيس في بني سويف وبعدين جت لها نزله برد فما جبتش. بعدين استاذ محمد موسى ده يعتبر راجل يعني بسم الله ما شاء الله معاون بتاع راجل جميل قوي وقف معايا زي ما حضرتك شفته في الصور كده وانا سعيد صراحه سعدت ان هو جه لان انا بشوفه بتكلم معاه كتير في التليفون لكن ما كنتش بتقابل وجها لوجه. امبارح بقى لما جه كنت سعيد قوي ان هو موجود. فكل الحاجات دي اذا كانت وزاره الشباب واذا كانت وزاره التضامن الاجتماعي اللي احنا مشهرين تبعها طبعا بتساعدنا جدا وقفوا معانا جدا وبيقدموا لنا كل المساعدات الممكنه. وبعدين هقول لحضرتك حاجه غريبه قوي والله يا كابتن محمد الوزاره دي وزاره التضامن دي احنا تبعها خايفه علينا جدا يعني عارفه المجهود احنا بنعمله ده وعارفه ان احنا ما بناخدش حاجه من حد وعارفه ان احنا بنجيب تبرعات وعارفه ان احنا بنطلع التبرع بحواله بريديه عشان يبقى مثبوت. على فكره يا جماعه دورها وطني خلي بالك الحمد لله والله يعني دي برضو يعني في جماعات تانية ما احنا مش عارفين دورها ايه لا دي عارفين واضحين ايه واضحين صحيح. وبعدين قالت بقى ايه عايزه تطمن علينا احنا بقى شوف خوفها علينا قد ايه. دكتورة الوزيره بعتت لنا ناس من عندها للتنشين المالي والاداري يفتشوا علينا. الناس انبسطت شافت مفيش غلط حاجه صحيح لقوا ملحوظه واحد او اتنين قالوا هنقول لكم عليهم عشان احنا عايزين المركب بتاعكم تبقى ماشيه على طول. طبعا شيء انا سعيد قوي ان الناس بتفكر بكده. السيد الوزير خالد عبد العزيز والله يا كابتن فاروق هذا الرجل لما تطلب منه عينيه ما عندوش من هيديلك يعني طبعا. الكابتن شوبير قال امبارح افيه جميل قوي قال احنا بنشكر السيد الوزير وبنقول له انك انت غيرت اسم وزاره الشباب اذا وزاره الشباب وزاره الرياضه والشباب والوفاء حاجة جميلة جدا جميلة جدا حاجة جميلة جدا. هسألكوا على النجوم اللي موجودين في الوقت الحالي وأنا عارف إن في بعض النجوم الكبار اللي موجودين في الوقت الحالي بيحاولوا يساعدوا لكن خليني أروح لفاصل وأرجع أكمل كلامي عن جمعية قدامى اللاعبين ودورها المهم في جزئية دايما الوفاء بالنسبة لنجومنا الكبار ولازم تبقى موجودة حتى لو هم خرجوا بره المستطيل الأخضر لازم يبقوا موجودين في أذهاننا كقدوة كموجودين كعطاء في يوم من الايام لبلدنا وعطاء للانديه حتى الكبيره اللي متواجده فبالتالي لازم نتكلم بشكل اكتر واكتر عن هذه الجمعيه. مستمرين مع حضراتكم وكلامنا عن يوم الوفاء ووفاء طبعا لنجوم كبار نجوم قدامى وجمعيه قدامى اللاعبين. استاذ صلاح خليني وانا بكلمك اكيد في ضوابط معينه عشان تقدر تتعامل فيها مع اللاعبين دول واختيارهم كمان يعني الاستاذ اللي هو شرح لي كيفيه الاختيار بالنسبه للحالات ليه بتيجي الحاله دي وليه بنكرم ال 26 ولو في فلوس 27 وحضرتك بتقول لي هذه الجزئيه ولكن اكيد في ضوابط معينه حضراتكم بتتبعوها عشان طبعا الجمعيه دي تحت مسمى او تحت مظله وزاره التضامن. بص يا كابتن فاروق هي دي المشكله. المشكله في ايه؟ انك انت بتشتغل تحت لائحه وقانون الجمعيات الاهليه في وزاره التضامن وبعد 2011 تغيرت الامور كثيرا. خلي بال حضرتك انت في جمعيات كتير العاطل بياخد الباطل والسمعه ما بتبقاش كويسه. يكون معاك نجوم مصر ويكون هدفك الاساسي مساعده الناس انت تتمنى تساعد كل من لمس كره القدم لكن احيانا الماده ما تكفيش مثلا زي ما الكابتن ابو رجيله بيقول التكريم يبقى كل ست اشهر. احنا بنحتاج دعم كبير جدا ما تقدرش تخرجه كله حتى لو الجمعيه فيها ميزانيه وفيها مبلغ ما تقدرش تخرجه قانونا. ما ينفعش مبلغ كبير كده تقوم مخرجه. ما فيش حاجه اسمها كمان تكريم نجوم. انت بتعمل دعم او مساعده او رعايه او كذا يعني فانت بتتعامل معاها ازاي من بتطلع بمسمى التبرعات لا دي احنا خلي بال حضرتك عندنا جزئيتين. الجزء الاساسي الدعم الشهري او الرعايه الشهريه تمام. دي بينالها حوالي 132 اسره
دي منتظمة ودي مبلغ كبير يعني مبلغ كبير كإجمالي، إنما الناس دي لو اديتها ألفات الألفات يعني يستحقوا أكتر من كده. ده ما فيهوش مشكلة لأنك بتعمل له إيه، ده بيقدم بحث اجتماعي وبيقدم كذا وكل الورق التمام. وبعدين إما تيجي تبعت وده قرار مجلس إدارة برعاية فلان الفلاني، ده شهري شهري هو أو أسرته يعني لو هو متوفى متواجد الله متوفى يعني فبتبعت له الكلام ده بحوالة بريدية يستلمها هو بحوالة بريدية يعني لازم تكون ماشي رسمي قوي. اتنين بقى لو في حالات طارئة ممكن تعمل دعم بمبلغ معقول، وممكن بقى في الحالات دي بتلجأ لإيه، للكابتن أبرجيلا أو للكابتن أحمد شوبير أو الكابتن زيزو، فتفاجأ إنه بيعرف يوفر لك فلوس سريعة تبعتها لده عشان تخرج من قصة الكلكعة في القوانين. في حتة بقى كمان مهم قوي، انت بتخضع لقانون ولايحة وكذا وكذا. هديك مثال بسيط جدا يا كابتن فاروق، كابتن محمد صلاح بس كنت عايز اكلمك، نجم مصر وليفربول الخلوق، الراجل ده بعت من وهو في لندن بعت لنا تبرع 30,000 يورو ما يعادل 600,000 جنيه. مجرد ما اتبعته البنك اتصل بيا في مبلغ كذا، على طول تقدر تقول لازم ترفض المبلغ. ليه بقى؟ لانه تمويل خارجي. على طول مش عارف، لو اللي هو عبد المنعم رئيس الجمعيه او انا امين الصندوق وانا قاعد في بره حدود مصر ما اعرفش ابعت جنيه بره. خالد صلاح بقى يجي مصر وفي ايه الفلوس عمل ايه؟ عمل ايه؟ هو برده ماشي قانوني ورسمي. اما نزل مصر بعت لنا مع المهندس هبل هيطه مبلغ 100,000 جنيه ووعد باكتر، واول ما واحنا بنستلم المبلغ بتدي له وصل للمهندس هبل هيطه وجواب شكر ليه. يعني بص انت لعيب كوره ونجم وبيساعد او بيدعم ده، ولازم تقف انت كتير عشان تستلم منه المبلغ. في ناس كتير جدا بتعمل ده. اللي حضرتك بتقوله ده يمنعك كتير قوي انك تقف بتعد كده على شفايفك عايز تعمل حاجه ومش قادر، اللائحه تحكمك فتبدا ايه تطوع الدنيا وتمشي. ليه؟ ورقه صغيره فتلاقي عندك مخالفه اداريه. عارف حضرتك مثلا اللي هو عبد المنعم بيقول لك جت لجنه، ده بيحاسبك على اثبت لي انه دي زوجه لعيب كره سابق. وعلى فكرة اللعيب اللي بنتكلم عليه ده، ده لعيب كان منتخب مصر ولعيب اسم كبير جدا توفاه الله ومصر كلها عارفة قصته، لكن الوزارة تعرف ورق ما تعرفش ده. عشان كده احنا ماشيين رسمي قوي حقيقة. وانت بتقول لي محمد صلاح، انا سعيد جدا يعني كلاعب، انا واحد من اللاعبين المحبوبين. سيبك بقى من نجوميته وتألقه الملحوظ، لكن احساسه كمان ودوره المجتمعي قوي قوي، سواء لبلده او للجامعات الخاصة بكرة القدم والمصر، هو يعني يعني ما بيأثرش، ودي حاجة لازم ألقي الضوء عليها. ست اللواء، عايز أضيف بس سنة صغيرة، معلش يا ست اللواء، الجيل الحالي، الجيل الحالي، النجوم الحاليين معظم تقريبا قول 90% من المساعدات أو التبرعات أو الدعم اللي بيجينا من خارج مستطيل الأخضر، من رجال أعمال أو رؤساء أندية أو رئيس الاتحاد أو كذا أو كذا. اما لعيب الجيل الحالي ولهم كل التقدير وربنا يبارك لهم تماما في رزقهم، الا انه كابتن وليد سليمان حريص شهريا بمبلغ جميل. كابتن احمد حسن اتبرع اكتر من مره، كابتن محمود فتح الله مره او مرتين اتبرع، كابتن حسام غالي اتبرع بمبلغ كبير جدا يعني، وهو اللي طلب الكابتن شوبير وبعت له ابنه في ساعتها يبعت الفلوس. فقط لا غير. فقط لا غير. ده هياخدني لحته يا ست اللواء واكلمك، هل ممكن يحصل اتصال مع الانديه حته ان انا يبقى مثلا او مع اتحاد الكوره ان يبقى في من ضمن مثلا العقود في البدايه يبقى زي كده بيستقطع حاجه جزء منه، لان الجمعيه دي في الاول وفي الاخر بتخدم اللاعبين على مدار عمرهم بعد كده. هل ممكن يبقى في فكر الجزئيه دي من خلال حضراتكم بالنسبه للانديه واتحاد الكوره مثلا؟ فكرنا كابتن محمد نعمل ده وكلمنا اتحاد الكوره. انما هما اللي هو تنفيذه صعب علينا، لان زي ما حضرتك عارف العقد بيروح بيدفع فيه نسبه معينه في اتحاد الكوره ونسبه معينه في المنطقه اللي جاي منها اللعيب، وده بيحمل عبء كبير قوي على اللعيب. فصراحه بنشكر طبعا الاستاذ جمال علام
لما كان رئيس الاتحاد ساعتها تفهم هذا الوضع يعني. كان معانا كابتن شوبير فاقترحوا وخدوا قرار مجلس اداره انهم يدونا 20,000 شهريا وده مبلغ كويس كاتحاد الكوره يعني ده بيعوضك شويه عن الايه اللي انت بتاخده ده. اما جه المهندس هاني ابو ليده رئيس الاتحاد هو طبعا عضو مجلس اداره معانا انما هو متفهم وعارف احنا بنعمل ايه وفاهم كويس قوي فاجتمع مجلس اداره ورفع المبلغ من 20 ل 40 فبقى تعويض برضو ايه احسن من الفكره الاولانيه اللي احنا قلنا عليها دي. امبارح كابتن شوبير اعلن انه هيزود المبلغ انا لغايه دلوقتي ما اعرفش هيزود كام يعني لكن بالنسبه لاتحاد الكره اتحاد الكره ده مبلغ هايل. الفكره حضرتك تفضلت بيها دي ان النادي يجيب الوحيد اللي عملها في مصر المهندس المستشار مرتضى منصور. فمره احنا قاعدين في اجتماع بنتكلم فكان عندنا ضائقه ماليه فالكابتن ابو رجيله قال طب انا هكلم المستشار مرتضى منصور عشان يديكوا فلوس فراح مكلمه وكلمنا كلنا بقى كنا قاعدين بقى اكلم ده وكلم ده وكلم ده والراجل يعني قال اديني فرصه يومين واقول لكم كل حاجه. بعد يومين راح متكلم قال ابعتوا لي حد ياخد الشيك احنا ما نعرفش ايه. فجد جه الشيك بحوالي 165,000 جنيه. فطبعا احنا عايزين نعرف ايه الحكايه. هو بقى عمل اللي انا كنا احنا كلنا نتمنى ان كل واحد يعمله. جاب اللعيبه وقعد معاها وقال لهم ايه الجمعيه دي بتعمل ايه وايه الاجراءات اللي بتعملها وايه الحاجات الحلوه اللي بيعملوها وايه 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 وفهمهم اهداف هذه الجمعيه. كل اللعيبه اتبرع. حصيل التبرعات المبلغ ده طلعت 85,000 وهو اتبرع بالباقي من جيبه. جميل. اللي ما يوازي 130,000 شيء مهم طبعا. وجالنا المبلغ. الجزء ده احنا حاولنا نفكر فيه ان احنا نروح نقعد مع المديرين الفنيين في الانديه وفي بعض المديرين الفنيين عشان بس ما اظلمش حد كانوا بيعملوا كده. يعني كابتن سعد حفيظ في النادي الاهلي بيعملوها من الجهاز وبيلموها ويجيبوها. الكابتن حماده صدقي لما كان بيشتغل الاول بكده في النوادي كان هو الوحيد اللي بيعملها. كابتن احمد ناجي يجيب البتاع. كابتن احمد ناجي يجيب فلوس من المنتخب جهاز يجيب معاه كابتن هبل هيطه. الفكرة الناس دي انا عايز اعممها بس هي عايزه تتنظم بس تتنظم ويبقى في يعني جزئيه ايه انا بروح مثلا اصل النادي الاهلي مثلا ونادي الزمالك ولا الانديه الشعبيه الكبيره دي ما هم اللي في الاخر بتطلع منهم اللعيبه القدامى وليهم دور مجتمعي. مظبوط. الدور المجتمعي ده مهم جدا جدا بالنسبه للانديه. فالدور المجتمعي ما يروح كمان لجزء منه هو جزء اصلا اللعيبه كانوا موجودين في يوم من الايام شيء رائع لكن هي محتاجه تنسيق بس وحته التنظيم. انا عايز اكلمكم على ليه في يوم من الايام ما يبقاش في رعاه ويبقى في شويه انشطه موجوده تجذب بعض الرعاه ودي ما هو ده انت بتكبر احنا عايزين يعني كده جزئيه اللي بتكبر يبقى مهم جدا الفكره دي وهل الطرحه دي موجوده بالنسبه لمجلس اداره الجمعيه ولا خلي بس اروح لتقرير طبعا النجوم الكبار اللي كانوا موجودين امبارح والقدامى واللاعبين القدامى موجودين معانا في تقرير لازم طبعا نشوفهم ونستمتع بيهم من خلال طبعا كلامهم من خلال وجودهم في قناه الاهلي. جميل قوي لانه بيحمل قيمه من القيم العظيمه جدا هي الوفاء وانا بعتبره نوع من انواع الواجب ونوع من انواع الواجب علينا والحق ليهم لان هم نجوم ابدعوا نجوم قدموا كتير جدا ضحوا نجوم اسعدوا الكثير جدا من الجماهير المصريه واسعدوا الانديه بتاعتهم ومنتخباتهم اللي هم مثلوها. سيبك من التكريم المادي يكفي التكريم المعنوي انك بتكرم وانت عايش يعني ما على راعي ابو رجيله بيقول لك اننا بنكرم لما يشيلونا على خشبه انت بتكرم. انا اتكرمت كتير وانا لاعب كرمت كتير وانا مدرب وانا بحصل 4 وسام رياضيه منهم اعلى وسام رياضي انما التكريم ده ليه حاجه خاصه انا بكرم وانا ما عايش لسه بصحتي الناس شايفيني فدي ليه معنى كبير. طب انا بشكر الجمعيه
كلهم فردا فردا. طبعا انا يمكن عارف ثلاثه منهم بس اللي هم موجودين او اربعه، فانا بشكرهم فردا فردا على التكريم اللي بيعملوه، بحسس الناس ان احنا لسه عايشين. والله الحقيقه هذا اليوم يعني يوم من التاريخ لن ينسى يعني بصراحه، ان هم يعني اخواننا اللائمين بالمجهود دوت، كابتن عبد المنعم الحاج وكابتن ابو رجيله وكابتن شوبير وكابتن ربيع ياسين، مجموعه كبيره كلها الحقيقه يعني، بس ان هم فاكريننا في اليوم دوت، وده طبعا يعني من اسعد الايام طبعا، ان انا بحس ان انا يعني واكرم نتيجه الجهد اللي بذلناه طبعا في السنين اللي فاتت في الخمسينات والستينات. تكريم اللاعبين في حياتهم دي حاجه كويسه جدا جدا، بتطمن الاجيال اللي بعدنا بقوا صغيرين بيعرفوا تاريخ اللعيبه القدامى، لعبوا فين وكانوا ازاي بيحبوا الكوره، وطبعا احنا كل حياتنا كانت الكوره ولازلنا برضو في الكوره، سواء في مجالس الادارات او في المنطقه او في الاذاعه او في التلفزيون. فالحمد لله يعني التاريخ كان عظيم جدا لنا، يعني تاريخ حافل. والله الواحد بيشكر بصراحه الناس المسؤولين عن هذا الحفل، لان الناس المسؤولين دول عرفوا قيمه اللاعب بتاع زمان. اللاعب بتاع زمان ده اللي تعب وشقى وجري وعمل واشتغل كتير جدا، لكن ده النصيب بقى، في فرق بين النهارده الاحتراف وبين اللاعب الهاوي كان زمان. فعشان كده احنا يعني كنا محتاجين ان احنا نعرف نشوف الناس هنا ونشوف خواتنا القدام اللي احنا بنفتخر بيهم وهم بيفتخروا بينا، والحمد لله يعني نتمنى تكون حفله كويسه، واحنا سعيد جدا جدا بهذا الفريق. مبسوطين طبعا ان دوت تكريم من اكبر جهه في مصر، والمسؤولين على التكريم دوت احنا بنشكرهم طبعا، كرمونا قبل ما يحصل لنا حاجه يعني، فده حاجه جميله، لان احنا طبعا عملنا تاريخ في تاريخنا، وده تكريم يعني جبت على كله استحقه، اللي احنا عملنا انجاز. اول نادي مصري يجيب كاس افريقيا انا كنت مشترك فيه، او 67 خدنا الدوري من سبع دوري، لعبنا صلاح المجهول الحربي، خدنا وسام الجمهوريه من عبد الناصر، خدنا دير العمارات من الجيش، فده انجاز لما يحصل تكريم ده دوت حاجه جميله لينا يعني. اول مره تحصل في مصر حاجات ممتازه فوق الممتازه، ان يكرم جيل وعدده كبير كمان، مش عدد بسيط. فالحمد لله ان في ناس خيره وناس ممتازه بتشوف الناس اللي عرقها في ارضيات كل الملاعب. هو مش يوم مهم، ده يوم سعيد ان احنا كلنا بنتجمع في اليوم ده، يوم الوفاء، يوم التكريم. اولا هو التكريم يعني بيشمل تكريم معنوي، ان احنا بنشوف بعض بنتقابل، والحمد لله ربنا وفقنا وربنا كرمنا احنا الجيل القديم بتاع مصر ان احنا بنشوف بعض في يوم الوفاء. نشكر كل الناس القائمين على هذا التكريم، واللي فكروا في يوم انهم يكرموا جيل ممكن يكون من 30 سنة أو 35 سنة، ودي حاجة بترجع للناس اللي بتشتغل في المجال ده إنها تفكر هذا التفكير ده، فأنا بشكرهم وبقول إن دايما العطاء بيقابله عطاء من المسؤولين أو من الناس القائمين على اللعب. والله هو مش شيء معنوي بس، ده شيء نفسي ومعنوي وكل شيء. أنا الواحد سعيد جدا 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 إن الدولة النهاردة بصل للعيبة القدامى، وبصل للناس جيل الستينات وجيل السبعينات، واخد بالك؟ فطبعا دي حاجة تشرفنا جدا جدا. والله بقول إن أنا حسيت دلوقتي إن أنا في يوم من الأيام كنت بلعب كورة.
طيب يعني ده حاجه جميله جدا، نجوم كبيره، الواحد سعيد طبعا بان هو يشوفهم. ممكن فعلا انا في ناس ما حضرتهمش او ما شفتهمش، لكن كنت بسمع عنهم عن اساميهم في ظل طبعا وجودهم النهارده او امبارح من خلال اللقاءات كمان وتكريمهم، اعتقد ان شيء مميز جدا. عايز اكلمكم بقى في جزئيه الانشطه دي يا ست اللواء اللي احنا ممكن نفكر فيها التمويل، ان احنا برضو في وقت من الاوقات يعني مش يعني جزئيه التمويل الذاتي دي لازم تحصل في وقت من الاوقات، ازاي انتم ممكن تفكروا فيها او تعملوا او فكرتوا فيها اصلا اوريدي ولا لا؟ فكرنا في مجموعه حاجات وبدانا في حاجات وحاجات ما ربنا ما كتبش فيها نجاح او ما تخططتش صح او احنا ما نفذناش صح او وقفت قدامها. منها مثلا دورات تدريبيه، السيد اللواء عبد المنعم الحاج نظم دورات تدريبيه ودورات احمال بدنيه واتعمل اكتر من دوره، عملت رد فعل حلو جدا، انما المبلغ المالي كان في المعقول لكن ما يصرفش عليك كجمعيه كنشاط. اتنين فكرنا ناخد اكاديميات كوره اللي الكابتن شوقي قال عليها اتكلم عليها، عملنا لكن برضو للاسف اما تيجي تحسبها وقوانين الوزاره وزاره الشباب والرياضه فتكتشف ان اللي طالع لك لا يتناسب تماما مع معاش واحد او يعني دعم ولا على مجهودك بصراحه. وللاسف الشديد ما تساويش يعني. اللي فكرنا نعمل نجيب راعي للجمعيه، راعي سبونسر يرعى زي مسابقه مهرجان زي بتاع امبارح ده، يجي يبقى هو الراعي الاعلاني وكذا وكذا. كان بيعملها معانا بدون ما يكون راعي رسمي يعني، كان الاستاذ صفوان ثابت. تمام. كان بيعمل ده بشكل يعني ده. في برزنتيشن قدمت لنا اكتر من مره ولكن ايه المساله ما كملتش يعني. حاولنا، خلي بال حضرتك انت عايز تعمل مشروع تبقى ضامن جدا جدا، انت غير هادف للربح، فتعمل مشروع يتناسب معاك وفي الوقت نفسه تخشى من فكره انك انت ما تقدرش تخش بجنيه. احنا راس مالنا كله حاجتين، النجوم اللي موجوده معاك، الاسامي اللي موجوده معاك في دنيا الكرة. اتنين ان الاعلام مساندك بشكل كويس جدا وان معاك وزير ووزيرة مساندينك يعني. الازمة انك لازم تعملها بشكل كويس. عايز اقول حاجة بس ايه يعني، انا عارف كويس جدا ان ما شاء الله دماغك الله اكبر يعني، وخبرتك في القصة دي تحديدا، في قصة تسويق، قصة الادارة دي. احنا يعني انت بتعمل ده وانا عارف ان في يعني في نواياك ده، عايزين المجموعه المخلصه المحترمه اللي اساميها كويسه زي حضرتك وزي ناس كتير من جيلك وجيل اللي بعدك. مثلا قصه ان الكابتن محمود خطيب كانش عنده ادنى مشكله ان هو يساعدكم في وقت من الاوقات في الجزئيه حتى لو لعب كوره. لحد اللحظه دي عشان يبقى في تبرع بالنسبه للجمعيه. وعلى فكره رفض تام. احنا خدنا قرار في مجلس اداره مره انه الرئيس الشرفي للجمعيه دخل مقر الجمعيه شال الصوره بتاعته خلاص وقام قلبها كده وحطتها تحت. قال انا مش رئيس شرف الجمعيه. الكابتن خطيب من اكتر الناس اللي ساعدتنا وما زال شهري يعني سنوي بيدينا مبلغ كويس. الفكره انه معاك نجوم كبار، النجوم دي هم الاستثمار بتاعك. معاهم بقى وراهم الحمد لله بنعرف نعمل حشد اعلامي كويس. ازاي يتوظف ده وكلهم ليس لديهم مانع انه يستغل اسمه وشهرته والملعب وبتاع انه يجيب حاجه. حاولنا على فكره وعملنا محاولات وكنت انا يعني ربنا كاتب لي ده، رحنا قابلنا مجموعه من السفراء الدول العربيه في مصر هنا وتم سفير البحرين وكانت المساله هيتعمل مهرجان هناك حلو قوي يجيب فلوس. لكن للاسف ما تمتش. كان قبل كده قابلنا سفير الكويت هنا في مصر من قبل الموجود ده بمرتين، برضو الراجل عرض شديد جدا. سفير السعودية من الناس اللي مدعم. اعتقد انه ربنا سبحانه وتعالى يعني المسألة ماشية، لكن احنا فعلا ده خاصة في ظل كابتن انه فشلت فكرة انه يتخصص لك حتى جزء من الغرامات بتاعت اتحاد الكرة او يتخصص لك 1% من عقود او هو لازم يبقى في حل في الموضوع ده يا استاذ صلاح، لان فعلا انتوا بتقوموا بدور سامي، فبالتالي المساعده انا ما اعرفش بقى القوانين الخاصه طبعا
هل اتغير هتتغير ممكن تتغير بالنسبه للامور بالنسبه لايه؟ بالنسبه حتى لطريقه ادارتكم، هل انتم ممكن تعملوا مشروعات ولا لا؟ ولا تعمل مشروع بس خلي بال حضرتك ما تقدرش تغامر بجنيه من فلوسك، بجنيه من فلوسك اللي موجوده اللي هو تم التبرع بيها. ما تقدرش تعمل بيه، يعني ما تقدرش تروح مثلا تشتري الموبايل وتكسب فيه 2 جنيه لا ما تقدرش، من غير هدف من الربح. انما تقدر ايه انك تيجي من بره خلصها من بره وتدخل دي فلوس تبرع. يعني عارف القصه فيها، ومع مع العلم انه الناس اللي موجوده في الجمعيه وكل الاعضاء، واعتقد انه كتير جدا من الوسط الرياضي الكروي يعني عندهم استعداد انهم يسخروا اسمهم تاريخهم مكانتهم طبعاً. مهارتهم طبعا وناس الاعلام. انا اسف جدا معلش عشان اسيب اللي هو عبد المنعم يتكلم. امبارح قامات الصحافه الرياضيه في مصر انا شايف لبوا الدعوه صحيح كلهم. واسمح لي يعني مش احييهم، استاذ فتحي سندك، الاستاذ شوقي حامد، استاذ ايمن بدر، استاذ عصام شلتوت، استاذ خالد توحيد، استاذ محمد سيف مدير الاهرام الرياضي، استاذ لطفي سعين، استاذ عادل عطيه، الاستاذ بص في مجموعه كبيره جدا 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 من الكبار كبار كبار الصحفيين. الناس دي امبارح دخولهم كانوا جايين لهدف واحد، هو جاي يتبرع باسمه وبوجوده وبدعمه في الحفله دي. وانت حضرتك بتتكلم على النجوم، يعني طبعا القامات الكبيره في الصحافه وفي الاعلام الرياضي زي كاتشوبير وكل اللي بيحاول طبعا يدعم الجمعيه من خلال تواجد الاعلام، الاعلام اكيد هياثر بشكل كبير اللي هو في الفتره الجايه من خلال السبوت اللي حصل في اليومين اللي فاتوا، سواء ده التكريم على فكره انت بتتكلموا ان كل سنه مره، كل سنه مره انت عارف حياتك لو المتابعه والانشطه موجوده ومتابعه ليها كمان بجزء الاعلامي الامور هتختلف تماما. شوف يا كابتن عبد، احنا الكلام الاول كابتن صلاح ده كله حاولنا فكرنا مره نعمل حاجه جديده قوي على الناس كلها. ان احنا جه تأبين الكابتن محمود الجهري الله يرحمه طبعا، ده راجل الله يرحمه ورحمه واسع، راجل لعيب ومدرب وله اسمه، وبعدين توفاه الله. فقلنا نعمل تكريم يعني تأبين للكابتن جوهر. فعلا عملنا ورحنا فندق حلو كده وعملنا شيء رائع صراحه، وكان معانا حد بيساعد يعني برضه. الافكار اللي احنا ممكن نعملها بقى اللي الرعاه ممكن يساعدونا فيها ايه؟ ثلاث حاجات. حاجة أولانية ان احنا نعمل ندوات ندوات رياضية علمية جميل تتناسب مع الناس اللي موجودة دي. ده انت بتروح لحتة تانية كمان، تثقيف. ايوه صحيح. نعمل دي بعدين طبعا اما نعملها الراعي هيجي وهنستدعي الناس وهنعمل اعلانات وهتطلع في الاعلام هيقف معانا، فهتكون النتيجة ان حضرتك هتقدر تعمل شيء جميل خلي الناس كلها تتكلم عليك فترة طويلة قوي، وعملت إنجاز رائع مع الناس اللي موجود. النقطة الثانية إن إحنا بنحاول دلوقتي على أساس يبقى عندنا زي حاجة زي كرة القدم كده، مش عايز أقول أكاديمية لأن أكاديمية إحنا ما قدرناش نعملها يعني، فإحنا بنفكر يبقى فيه كده جزء أكاديمي علمي، حيث ان احنا نعمل ايه اجتماعات دوريه مع الناس دي ونطلع كتب والكتب دي تتوزع والناس تيجي تحضر وتاخد تدفع رسوم وكده. يبقى انا عملت حاجتين، حاجه اولى الناس ثقفت زي ما حضرتك تفضلت كده قلت الناس اللي موجوده معايا، في نفس الوقت نشرت معلومه او اهلت الناس انها تبقى كوادر. موجوده كوادر. النقطه الثالثه اللي عملناها بقى زي ما كابتن صلاح قال لحضرتك كده ان احنا عملنا دورات تدريبيه واخترنا اهم نقطه بيحتاجها المدرب دلوقتي وهي الاحمال الرياضيه. لما عملنا الاحمال كان رد فعلها كويس قوي. طب جميل. وجه بقى ايه اساتذه وكلهم خبراء. عندنا كابتن شعب شافي واحد من الناس اللي بيدرسوا لنا اللاينسز اي وبي وسي يعني بالزبط. فبالتالي يقدر برضه من خلال طبعا تواجده ونجوم كبير كان دكتور عمرو ابو المجد كله موجود. كله ما حدش كل ده جه. وتبرعوا في اول دوره وثانيه. دكتور اغنور مفتي برضو واحد من الناس اللي موجودين. صحيح اتفضل. ببلاش يعني تبرعوا ما ادوش ياخدوا فلوس لما عرفوا الهدف اللي احنا بنسعي اليه يعني. كانت النتيجه ان احنا عملنا مبلغ كويس بس ما استمرناش بقى. ليه بقى ما استمرناش؟ لان احنا الموسم سيادتك عارف بيبقى له اوقات معينه، ما تقدرش في وسط الموسم تقول لي تعالى انت هدي لك دوره. مش هيجي لك. انا لازم اعملها في وقت الفتره اللي بين الموسمين
علشان الناس تيجي تشتغل معايا واجيبهم موجودين معايا. وانا طبعا دلوقتي بقول انا بحيي منطقة القاهرة كرة القدم لان عملوا معانا شغل جامد قوي. وكابتن محمد حشيش يعني مش قادر اقول لك مدير المنطقة ساعد ازاي. وكابتن جمال عقاد في منطقة الجيزة ايضا عمل كده. وانا باذن الله اذا قدر لينا ان احنا نستطيع ان احنا نمشي ده انا اعتقد زي ما كنت عامل في رقابه المهن الرياضيه هقدر انشرها على مستوى جمهوريه مصر العربيه. طيب معايا كابتن ابراهيم عبد الصمد على الهاتف طبعا الله. واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار والسابقين طبعا واحد من اللي اتكرموا امبارح. كابتن ابراهيم مساء الخير عليه. مساء الخير يا ابو الكباتن. ابو الكباتن مستضيف يعني زعيمنا وزعيم الرابطه بتاعت اللعيبه القدامى. الحقيقه والله انتوا رجعتونا ايام الايام جميله والله يعني ما تتصورش السعاده اللي كانت على وشوشنا واحنا بنقابل الزملاء اللي كنا بنلعب معاهم زمان وبنطمن عليهم. والحقيقه لمحه وفاء من الجمعيه الحقيقه يعني لا تقدر. مهما الواحد استحضر كلمات شكر وعرفان للجمعيه ودورها مش هيقدر يوفيها حقها. الحقيقه الايادي البيضاء اللي هي بتمدها لزمايلنا اللعيبه اللي ظروفها الاجتماعيه مش مظبوطه الحقيقه ربنا يكتبها لهم في ميزان حسناتهم يا رب ويوفقهم دايما ويدخلوا البسمه لكل الاسر الرياضيين اللي هم يعني ما شافوش ايام العز بتاعه اليومين دول. وتمنياتنا ليهم جميعا بصحه كويسه ربنا يشفي زمايلنا اللعيبه اللي اصابهم المرض اللي شفناهم امبارح. انا كنت عايز اسالك على احساسك يا كابتن بس انت ما شاء الله على طول يعني قلت لنا كل حاجه ممكن تكون فعلا ممكن تكون جواك على طول. لكن خليك يا كابتن امبارح كان في نجوم كتير اكيد انت بقالك فتره ما شفتهمش. قول لي بقى منهم كده كابتن النجوم اللي انت كنت بقالك فتره. الحقيقه يعني كابتن فؤاد مرسي، كابتن سيد طباخ، كابتن مصطفى رياض، كابتن سيد عبد الرازق، اباظه طلعت بتاعت رسانه، يعني كابتن احمد مصطفى زمالك، الجوهر الصغير زمالك، عباس فخري رسانة، يعني الحقيقه يعني لا تتصور كميه السعاده اللي عوشوشنا كلنا. يعني حته الالتقاء الجماعي ده. ست اللي هو بيقول لي في بعض اللاعبين القدامى بكوا من كتر فرحتهم بوجودهم مع زمايلهم القدامى اللي بقالهم فتره ما شافهمش. حته التكريم يعني دي كمان يا كابتن يعني اولا حته الوفاء ديت حته الوفاء بقت قليله. فالواحد لما بيحس بالامان اللي موجود واحنا قاعدين. الحقيقه يعني اولا بحييهم على التنظيم الرائع وبحيي يعني المهندس خالد عبد العزيز والمهندس هاني ابو ريده الحقيقه اللي عليتهم الحفل. الحقيقه الفرقه الموسيقيه التنظيم بتاع الحبل كله الكابتن شوبير والمجموعه كلها زيزو وربيع ياسين وجمال عبد الحميد والمجموعه يعني كابتن ابو رجيله وتعبان وجاي على تعبه دوت بيكرمنا وبيوقفنا يعني الحقيقه يعني مش قادر اقول لك قد ايه احنا كنا في قمه السعاده. اولا الجمهور كان كبير جدا، مجموعه كبيره جدا، ما حدش اتحرك من المسرح يعني كله سعيد بالتواجد مش عايز يمشي. ما حدش عايز يمشي 4 ساعات يعني حتى بعد نهايه الحفل وخلاص ختموا وبنسلم وبنعمل ما حدش عايز يمشي. كلنا واقفين ناخد صور مع بعض وكلنا واقفين نلتقي مع بعض. الحقيقه ربنا يكرم اللي فكر في جمعيه اللعيبه القدامى ده واللي بينفذ واللي بيساعد فيها واللي بيمد ايده دايما للخير لزمايلنا اللعيبه. ربنا يسعدهم كلهم ويمتعهم بالصحه يا رب امين ويديهم على قد نيتهم ويبقى في ميزان حسناتهم كل اللي بيعملوه يعني. يا رب امين. وطبعا يا كابتن يعني اكيد انت واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ونجوم مصر، فبالتالي تواجدك وتكريمك امبارح ده كان شيء مميز ومهم كابتن ابراهيم يعني. والله حاجه جميله ما تتصورش. وانا دايما يا كابتن خلي بالك بقول دايما كابتن ابراهيم عبد الصمد هو اللي جابني النادي الاهلي، ما ده برضه تكريم لحضرتك. ربنا يخليك حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك. شاكر جدا لكابتن ابراهيم عبد الصمد. انا اللي متشكر على المداخله وشكر تاني للكابتن عبد المنعم الحاج. على فكره يا عبد المنعم الحاج
يعني من اول الناس اللي كانوا عايزين يروح نادي الطيسان من اول الناس وانا لسه طالع يعني. تحياتي لي وربنا ربنا يخليك يا كابتن. صحه وعافيه. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا ما ننساش كابتن ربيع ياسين كان متواجد على الشاشه. طبعا يعني ما نقدرش ننساه برضه. احد اهم اعضاء مجلس الجوهره السوداء بتاعتنا. جميل. خلي بال حضرتك في امبارح احد النجوم المكرمين وهو خارج كان عارف مشاعر المختلطة ما بين حزن وبكى وابتسامة وسعادة، فربنا يكرمكم وتشكرينه. تعالى فكرة انا ابني ما كانش بيصدق ان انا بلعب كورة. فابنه شايل الدرع على ايده فبيشاور لابنه انه بص يعني انا ابنه يعني حاجة. فدي دي تسوى الدنيا وما فيها حاجة جميلة. انا بس قبل ما اختم مع حضراتكم، فكرة الجماعة دي هل كان في موجود انتوا يعني جيتوا او الحاجات المستوحاة من الدول الخارجية، هل في حاجة شبيهة بالنسبة للجماعة دي برا في اي دولة؟ انا هقول لحضرتك مفاجأة غريبة. احنا لما عملنا جمعيتنا الدول العربية كلها قلدتنا. والله انا كنت اشتغلت فترة كبيرة جدا في قطر، لقيتهم بيكلموني بعد لما انا كنت في نادي الريان. ففي واحد اسمه علي العالي في نادي الريان قال لي كابتن عبد المنعم، عارفه علي؟ عارفه حبيبي صديقي. قال لي يا كابتن عبد المنعم احنا عايزين نعمل جمعيه زي بتاعتك بتاعت اللعيبه القدامى. قلت له جميل. رحت بعت له اللائحه حطيت له افكار بتاعتنا عليها وخدها ابتدى يشتغل عليها. مع بدايه السنه الجديده بقى يعني بعد قعدوا سنه عملوا هم بقى اسمها ايه احتفال بنادي الريان قدامى اللاعبين. قدامى اللاعبين وعزموني انا وكابتن صالح يوسف على اساس ان احنا الاثنين كنا بنشتغل في النادي وهو جاب الدوري وانا جبت الدوري مره، فعزمونا ورحنا هناك عاملين صاله بقى يا كابتن محمد كبيره جدا وحاطين فيها صور اللعيبه القدامى بتاعتهم والانجازات اللي عملوها. جميل جميل. وكده واحنا لما رحنا بقى كاتبين احنا عملنا الدوري العام ازاي والنظام ايه وكده. فكانت لفت رائعه ان انا بعد فتره طويله قوي كان بقى لي حوالي 16 سنه ما روحتش شفت بقى اللعيبه اللي انا كنت بمرنها. الصغير كبر وخلاص بقى عجز حاجه جميله لما تروح تقعد معاهم. قالوا لي بقى طب احنا عايزين، قالوا لي ايه بقى، هم البحرين عايزه تعمل والامارات عايزه تعمل والكويت. قلت لهم كل ده مفيش مشكله. جميل. طلعوا لي بقى حكايه تانية، قالوا لي يا كابتن احنا عايزين بقى نعمل ايه، نعمل دول في جامعه الدول العربيه يبقى سلام. يعني جمعيه لرعايه اللاعبين لسه بس بعد شهور. الحمد لله كابتن شرفتنا ان شاء الله. شكرا يا كابتن محمد ربنا يكرمك. هي هدفها سامي بشكل كبير كابتن خير اكيد مجال الرياضه وكره القدم كانت محتاجه حاجه زي كده. ان شاء الله تكبر وتكبر تكبر ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله حبيبي كابتن خير شرفت. شكرا يا كابتن شكرا حبيبي ست لواء صلاح نواف شرفت والله يعني حاجه جميله والله اكون في عونك. طبعا موضوع المادي ده حاجه صعبه وبتبقى مسؤوليه كبيره جدا يعني. الحمد لله رب العالمين ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا ان شاء الله. ودعوه مش محتاج دعوه، انت احد نجوم كره القدم. واعتقد انه بعد الحلقه دي اعتقد ان شاء الله يا رب باذن الله هيبقى في مفاجات من عندك كويسه. لا ان شاء الله. لا وكمان انت عندك دعم كبير جدا من جميع القنوات. كابتن شبير طبعا لما يكون على الرسوم دي حاجه مميزه جدا. بشكركم طبعا نورتونا شرفنا ان شاء الله. يعني تبقى الامور مستقره وتزداد تكبر يعني طبعا بازدياد ان شاء الله. كل محبي اللاعبين دول وكل محبي كره القدم ان هم يبقوا يقدروا يساعدوا دي حاجه مميزه جدا جدا جدا. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم الزميل محمد الجندي واستكمالا لفقرات استاد الاهلي. السلام عليكم.